يا أستاذ أنس، الله وكيل، عربيتك دي اتعمل فيها شغل لا يمكن تاخده من أي ورشة تانية. لوست رضوان البرنس كان شغال فيها بنفسه، والله ما خلى صنايع من الصناعية مديته فيها. أنا ما بقولش الشغل وحش يا أستاذ حامد، لو أي حد في مصر هيعمل الشغل ده بصراحة مش هاخد أكتر من 15,000 جنيه. وأنا مش أي صنايعي في مصر، كنت محتفظ بالصورة للظروف دي. ده شكل الحديدة بتاعتك كنت بتسلمها لي يا بيه، ظاهر إنك نسيت شكلها. والله العظيم ما عارف خرجوه منها إزاي. عموما العيب مش عليك يا بيه، تقريبا كده اللي دلك على رضوان البرنس نسي يدلك على سعره، بس مفيش مشكلة ملحوقة. حضرتك هتنتظر 10 دقايق هنا وانا هرجع لك العربيه زي ما استلمتها. مرزبه يا كباكه. مرزبه؟ هتعمل ايه بالمرزبه يا اسطى؟ هعمل لك بيها مساج، اكون اعمل بيها ايه؟ ارجع لك عربيتك زي ما استلمتها عجينه. مرزبه يا لا، يعني هتكسر العربيه تاني يعني؟ يا بينا مستلم العربيه بتاعتك في كيس بلاستيك واشتغلت فيها شهر ومتفق على الرقم ده من قبل ما امد ايدي فيها. يا اسطى شوف الرفرف اليمين عامل ايه؟ شوف حاجه حافظها اكتر ما حضرتك حافظ اسمك. انا اللي شغال فيها بايدي. وبعدين بما يرضي الله تمشي بيها على طريق ازاي وربنا يستر عليك، كنت واكل في تصليحها 10,000 جنيه. متفقين على 25,000، عايز تدفع لك 15؟ خلاص مش هدفع لك 15,000، هدفع لك 17,000 جنيه. لا يا شيخ وكده ربنا يستر عليك وانت واكلني في 8 بس. انا ما كنتش اعرف ان نيتك بلون عربيتك. كان زماني واخد فلوسي على دار مليم من قبل ما امد ايدي فيها. طب خلاص. ادفع 25,000 جنيه يا بيه. متفقين على 25,000 جنيه. خلاص خلاص. امسك. كام دول؟ 25,000 جنيه. لا اله الا الله. محضرهم اهو. امال بتشغل دماغك علينا ليه يا بيه؟ ماشي. الله يسترها عليك يا رب وترجع لنا بيها على كساحه قريب ان شاء الله. ليه توكل على الله. كلها بقت ناصحه ولا ايه؟ مش فاهم. عملت ايه يا ابني؟ حل بس. خلص لي المرمه دي بسرعه كباك. اي نعم. هو ايه الموضوع اللي انت كنت عايز تكلمني فيه يا رضوان؟ اوعى تكون عايز تتجوز على مراتك. ده كلام يا حاج. عمري ما اتجوز على لبنى. كفايه ان انت اللي مختارها لي. باين لي شغلانه حلوه في الامارات في مصنع عربيات امريكاني، واللي بيلاقوه شاطر بيسفروه بره وياخد خبره، وانت عارف ابنك الحمد لله اجمد بوهاج في مصر. ان شاء الله واحده واحده كده اعمل قرشين حلوين من هناك وارجع افتح مركز صيانه كبير. وربنا يكرمني ان شاء الله ارفع راسك واشرفك يا ابا. بس بيني وبينك يا حاجه كده ايه يعني، لقيت ان الغربه قربه، السفر ده مفيش منه اي فايده، بلد ده احسن من غيرها. كنت بحكي لك الكلام ده كله عشان صورتي اللي في الجواز ما كانتش عجباني، شكلي مش امور. سافر يا رضوان، لو عايز تسافر سافر، انا مش حابة زعلان. بعد ايه يا حاج؟ بعد ما بقى الجواز 100 حته. ملعون ابو اي حاجه تزعلك يا ابو. على النعمه والنعمه ربي، يا ريت لساني كان اتقطع قبل ما اقول كلمه تنزل دمعه من دموعك. فدي الشر عنك يا ابني، وانت فيه في حلاوه لسانك. رضوان انت عارف انت تبقى ايه بالنسبه لي؟ ايه اللي عارف يا ابني؟ طغور الدنيا يا ابني. لو عدى عليا يوم الصبح ما لقيتكش بتصبح عليا بوشك الحلو اللي بيضحك. طول عمرك يا رضوان واقف في ظهري، عزوتي وسندي، وانت الوحيد في اخواتك اللي واخد مني من روحي. جيت يا ابني وجيه السعد والخير معاك من يوم امك الله يرحمها ما ولدتك، لحد ما خدت الدبلوم، لحد النهارده. لا عمرك زعلتني ولا وجعتني. بحبك اكتر حاجه في دنيتي، بحبك اكتر من اخواتك وامهاتهم، بحبك اكتر من ابويا وامي الله يرحمهم. عز عليا فراقك يا ابني. والله والله لو انت شايف خير ولا مصلحة في سفرك، روح طلع بدل فائد وتوكل على الله، وهبقى مقدر وراضي. بس يا ابني العين بكت عشان ما كانتش بتمنعك، العين بكت لوحدها.
والعين اللي بكت دي يابا دموعها تعدى عليها بالسهل. ده انا بقى بتبطر على نعمة ربنا. اسمع الكلام الحلو ده فين وانا في الغربة؟ انت نعمة ربنا عليا يابا. ربنا يخليك ليا. وانت بتحبني اكتر حد في دنيتك؟ والله العظيم انت دنيتي كلها يابا. يا ده كباكا. وفي ايه؟ مش عارف. متجوزك ومسكنك في بيت ما تحلميش بيه، بعد ما كنت ارمله مش لاقي حد يعبرك، عشان اخوك الرمه ده يسرقني. بقول لك يا استاذ، احنا نازلين معاك عشان نشوف شغلنا، هتصغرنا هنسيبك ونمشي. مستكتر عليا ازاي يا باشا؟ عايز دبل على لساني يعني؟ بعد ما اخويا الرمه ده كسر محل الدهب بتاعي وسرقه بالليل. بطاطا هلو. في البيت. في البيت؟ اه والله. شوف العاصم بيلاقي الحاجة ولا ايه؟ كسرت محل الدهب بتاع جوز اختك وسرقته. ما حصلش. كسرت محل الدهب بتاع جوز اختك وسرقته يا محمد. ما انا كاميرا صورتك وانت بتسرق. ليه؟ كنت عملت لك ايه عشان تعمل فيها كل ده؟ الله يسامحك يا اخي. هو انا كنت قصرت معاك في حاجه؟ ده انا وامك ما حلتناش غيرك يا كلب. ما حلتناش غيرك. بس يا ست انت وين؟ ساكت خدوه. هات يا اخت الدهب اللي في ايدك ده، واحدة ست ستك تلبسه، واحدة نصب يشرف ما يكونش اخوها حرامي. هاتي هاتي يا اخت الحرامي، وما تنسيش بقى تروح تزور المحروس للسجن. انت طالق طالق، خليك قاعدة جنب امك يا فالحة. انت وش دهب انتوا؟ أنا بحبك. بطل هزار يا رضوان، ده أختك الكبيرة. ده لحد من كام سنة كنت بذاكر لك أنت وحمادة. أنت شكلك بس الخبط على دماغك في خناقة السيما خليت خرف. على فكرة أنا كسرت 16 سنة وبقى معايا بطاقة، يعني راجل. بحبك وهفضل أحبك طول عمري. ازيك يا معول؟ أخبارك إيه؟ عرفت اللي حصل لحمادة وعلا، فقلت اجي اطمن عليكم. يعني وعرش ربنا الراجل اللي مد ايده عليكي ما هيطلع عليه نهار. في ضهرك رجالة، المنطقة فيها فتح. ازيك يا علا؟ اهلا. معلش بقى، الواد حمادة يعني عيل صغير والدنيا سرقاه، فقال يسرقها هو كمان. ايه يا جدعان؟
ما تقعدوا واقفين ليه؟ ما اقعدي يا ام علا، اقعدي يا علا. عايز ايه يا فتحي؟ في حد يقابل حد في بيته بالشكل ده؟ انت مدلع ضيفك حتى ولا ايه يا ام علا؟ انا جاي اطمن عليكي واشوفك لو محتاجه حاجه يعني. انت عارفه غلاوتك عندي من زمان. شكرا. مش هتقدري على الدنيا لوحدك يا علا، الناس بقت وحشه قوي. وانتوا اتنين ستات ومعكوش راجل هتتنهشوا. انت محتاجه راجل يصلب ظهرك ويسندك ويحميكي ويقويكي عليها الدنيا. بقول لك ايه؟ احنا مش ناقصينك خالص. فينا اللي مكفينا والهم راكبنا من ساسنا لراسنا. فوحيت امك الغاليه مش طالبه معانا سقاله ولا رمي جيتات خالص. اتفضل من هنا واجبك وصل وزياده. جريه علا في ايه؟ الله، هو في حد عامل لك عمل شايفاني قرد؟ لا اله الا الله. شوف انا هقول لك اللي قلته لك زمان. يوم ما جوزك الاولاني مات يا علا، حجتك تخلص يا بنت الناس ونتجوز، وهتلاقيني ساعتها فتح لك حضني كده اهو. وبرضه هرد عليك نفس الرد اللي قلته لك قبل كده يا فتحي. لو رجعت الدنيا كلها خلصت ومش فاضل غيرك انت برضه. لا، هو انت يا اخي ربنا خلاك عشان ترازيني؟ ليه يعني؟ عشان بحبك وشريكي وعاوز اعمل لك كل اللي نفسك فيه؟ كان حد قال لك ان هذا سبب العرسان؟ انت ايه يا اخي؟ جلدك تخين ما بتحسش؟ بالعكس، انا هنا عشان بحس يا علا. روح يا اخويا حس في حته تانية، روح لمراتك حس عندها. يلا يا اخويا الله يبارك لك، يلا من هنا يلا يلا. ما بتحسش؟ هو انت ايه؟ ما بتزهقش؟ بتحب تجيب لي نفسك الكلام يا ابني؟ ده انا شفتك واقف الوقفه دي يجي 100 مره قبل كده، من وهي في المعهد، من وهي في المدرسه، وقبل جوازتها الاولانيه، وقبل جوازتها الثانيه. ده انا مره لقيتك نطت من الشباك ومستخبي ورا الثلاجه. في ايه؟ قالت لك مليون مره مش عايزاك، خلصنا. احترم الجيله بقى، كفايه اللي احنا فيه. يلا ربنا يرضيك يا ابني. طب بص يا علا، انا هقول لك على حاجه اخيره. احنا في يوم انا وانت نخرج مع بعض. لا ده انت بارد بقى. نتغدى. ده انت بارد وما عندكش دم. يلا من هنا، مش عايزينك في بيتنا، خلي عندك كرامه. يلا يلا يا حبيبي، يلا يا اخويا اخرج بره بقى. يا بنت انت شايفه نفسك عليا ليه؟ يا نهار اسود، ما تبدلك عليا. ايه يا ولية؟ والله العظيم امك ما جابت راجل. لا اسم الله انت اللي ربيتي الراجل. بره يا حرام. اوعي يا ولية. يا ولية يا ناس. يا ولية. سيبي الجاكيت يا ولية. قدم علينا. يا ولية. سيبي يا ولية الجاكيت يا ولية. يا همد ايدي عليكي والمصحف. ايه يا جماعه؟ يلا يا وليه، مش كفايه ابنك الحرامي؟ اخرس اخرس يا سافل يا اللي ما تربتش. الحرامي ده ما يتخيرش عن اللي بيتقال عليه بيبيع مخدرات، وبكره هتحصله في السجن يا عين امك. يلا يا عيله، ما فيكمش حد عليه القيمه. وبنتك البوز دي واحد مات والتاني طلق، يعني بنت نحس. ايه لازمته الكلام ده يا فتحي؟ ما تتقدم يا علا. الله، هو في ايه يا ام علا؟ الواد ده خلي بلطج علينا في بيتنا ورامي بلاها البيت، وكمان بيمد ايده ولسانه ويرضيك. كدابه كدابه الوليه دي. انا دخلت عليهم يا اخويا عشان اتكلم معاهم في موضوع ابنهم الحرامي واختي نوره، وقلت لهم ان احنا ما بنناسبش حراميه. راحت البيت علا قالت لي ما تتجوزني يا فتحي. قلت لها عيب، انا راجل محترم ومتجوز وبحب مراتي. ايه البنت دي اللي شطانه في اي راجل؟ ما كرم البرشام، ما احنا لو نبطل. لقيت البنت يا اخويا قلت ادابها ورحت منولها في وشها. انت كذاب يالا، انت كذاب وقاصر وفي كل العبر. يا بنت عوري. روح يا اخويا لمراتك وافتح لها احضانك زي ما كنت عايز تعمل عندي جوه. شوف انت بتبربع ايه وجاي تطلعه علينا. يا بنت يا عم، مش كفايه فيها يا فتحي؟ ما يصحش كده يا فتحي. نعم يا اخويا ما يصحش. وانت اللي هتعلمني اللي يصح واللي ما يصحش ولا ايه؟ سخنت عشان علا؟ ده انا كنت ناسي حب المراهقه. تعالي يا ماما ندخل بيتنا عشان هنهزق نفسنا لو فضلنا واقفين مع المهزق. يلا يا جدع اكبر لنا بقى يا جدع. حلو، ما تكبر يا عم. انت خلنت يالا هتضربها قدامنا، عيب ابوك واقف يا عم الحاج. انت بتزعقني؟ اتحملت في فوق. يا ربنا حظك انك اخويا الكبير، كنت عينيت بيك وده المنطقة كلها. ايه يا عم في ايه؟ ما تستهدف بالله يا عم. الله، الراجل اضرب حريم على اخر الزمن ولا ايه؟ ايه في ايه؟ بس يا ابني انت وهو خلاص. اقعد يا عم اقعد، استهدف بالله. لا اله الا الله. يلا يا حرامي وقفينا، يلا كل واحد يروح لمكانه. يا عم ونزل بقى، ايه تشتمهم ليه؟ يلا 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 يا رجاله، معلش. يلا يا وليه. يلا يا رجاله. يلا كل انت شغلته. بيعمل كده ليه ده؟ في ايه؟
اقعد يا ابني في ورشتك. مش عايز اقل من حد. اسمع يا ابني، انت عاوز الحق في كل الكلام اللي اتقال ده؟ انت يا ابني فعلا مهذب. عارف انا الوش ده بتاع، انا عايز حاجه يا رضوان. خير يا ياسر؟ خدت مقاوله في عماره كده، والمقاول شكله بينصب عليا وانا مش عارف احسب شغله بصراحه. انت ايه علاقتك بالمقاولات يا عم عثمان احمد عثمان؟ اهو اللي حصل بقى. المهم تعرف تحسب امتار خرسانه؟ طبعا، اي حد في العالم يعرف يحسب امتار خرسانه. بعدين بعد كده بقى اشتغل الشغلانه اللي انت بتفهم فيها. شوف عايزني امتى وابقى اكلمك. دلوقتي ساعه ونرجع على طول. دلوقتي؟ اه بس ورحمه ابوك فتحي ما يعرف حاجه. على اساس ان انا وفتحي يعني مقطعين الحكاوي مع بعض. وبطلع غير هدومي واجيلك. اقعد اشرب حاجه حبيبي. ازيك يا عم جلال؟ اهلا يا سياسر. لا الراجل ده مش حرامي يا ياسر، لان الراجل ده لو حرامي كان هيبقى سرقنا في اكتر من كده. وسرقنا بس 13 متر في 3000 جنيه، يعني 39000 جنيه، ده على حسبته وحسبتنا. وفي الطوب برضه مش سرقنا في كتير، 2500 طوبه بس. والله العظيم ما تحلفش بالعظيم، لا تتسخط معزه وسطنا. احنا ايه يا عم بنمصمص في صوابعنا؟ ما انا عايز قدامك مرتين ومش عايز التالتة. بقول لك ايه يا عم؟ روح بقى وانا بكلمك اديك بقيه حسابك لما مزاجي يجيبني. اشتغلني؟ يا استاذ ياسر، يا استاذ ياسر، يمكن غلطت وانا بقيس. الله ياسر، انا هنزل ونبي وانجز عشان ما تاخرش على الورش. تسلم يا رضوان. ايه يا مولانا؟ سرقني في 39000 جنيه؟ انا ممكن اركب دماغي وما اديكش ولا مليم على فكره. يا استاذ ياسر الراجل ده ما بيعرفش يقيس. راجل مين يا عم؟ ده اخويا يا عم، انا اكدبه واصدقك انت؟ طب تعالى نقيس من اول وجديد. يا عم اسنقه وانت ما فتحتش بقك. افتح بقى اقول ايه؟ ما رضيتش. خلاص يا مولانا بقى اتكتم بقى يا مولانا، خلاص بقى خلصت. يعني اخرتها مش هاخد فلوسي بس يا عم؟ ايه ده بقى، ما ادكش فلوس خالص يا عمنا. اللي تشوفه عم ياسر. اديني بعلق لك صوره اهو عشان ما تغيرش من صاحب الفضل. استنى كده يا توحة. تسلم يا رضوان. الله يا عم اسلم عليهم. بقول لك ايه؟ هو الواد اخوك فتحي ده بقى مشهور ولا مرشح نفسه في مجلس الشعب واحنا ما نعرفش؟ ليش مان؟ سؤال نازل لقيت ست بتعلق صورته، بصراحة مش متأكد هو ولا ممثل سوري شبهه. لا يا عم أكيد بيتهيألك. اللي يخلي واحدة في العمارة تعلق صورة فتحي، دي شيماء مش معلقة له صورة بيتهم. عيب لما تكذب على أخوك. قسما بالله العظيم البيت ده بيته. والست دي مراته والصورة دي صورته، أنا سمعتها بتتكلم في التليفون. أنا معرفش بصراحة أنت بتتكلم عن إيه يا رضوان. بتكلم على إنك كذاب وبتشتغلني وبتغفلني. وربطت الكلام اللي أنت قلته لي في الورشة باللي أنا شفته دلوقتي. تقول لي واخد مقاولة ومش عايز فتحي، إيه علاقة فتحي بالمقاولة؟ ما تجيلي دغري على طول. رضوان. فتحي لو عرف انك عرفت انت عارف يا إيه؟ عم وانا مش لتات. صعبان عليها شيماء، بنت حلال وطيبه وطافحه مع الكوته، الاخر اتجوز عليها. حول ولا قوه الا بالله، عليا النعم اخوك ده ربنا مسلط عليه دماغه. يعني انت مش هتقول لشيماء حاجه؟ يا عم مش هقول لها ولا حاجه، اقول لها ايه؟ طب احلف يا رضوان انك مش هتفتح الموضوع ده تاني. يا عم خلصنا، قلنا مش هفتح الموضوع واتكل على الله عشان وقفت حالي النهارده. انا عديت جبت ابو محسن وياسر وعادل
عشان نتلم كلنا كده عشان في كلمتين عاوزين نقوله. صلى على النبي كده، انا كلمت المحامي عشان يعمل اعلام الوراثه. هحتاج منكم تعملوا له توكيلات الصبح تبقى معايا. جمال حجازي هيشتري البيت والورشه ب 10 مليون جنيه، وهناخد منه 3 شقق في البرج اللي هيبنيه بعد ما يهد البيت، شقه لامي وشقه لخالتي سميحه وشقه لعبير ورأف، وطبعا كل واحد هيتخصم ثمن شقته من نصيبه. بالنسبه لامي بقى علشان ما لهاش ورث، فشقتها مش محسوبه من كل الفلوس اللي داخله لنا، وهنطلع لها فلوس كمان. تمام. وبعد ما يخلص المحامي هحتاج منكم تعملوا لي توكيلات تانيه عشان اعرف ابيع لجمال. وانت يا اما انت وخالتي سميحه ما تقلقوش، هدبر لكم مكان كده تقعدوا فيه لحد ما جمال يخلص بنا وتستلموا شقاكم. تمام. وانت يا رضوان عايزين نبقى نقعد مع بعض عشان الحسابات، عايزين نشوف اللي داخل واللي خارج ونظبط الليله دي. ماشي. لا سيب موضوع الحسابات دلوقتي على جنب، الحسابات يوم الحساب، محدش هيبيع حاجه. نعم. يعني ايه؟ ايه هتمشي كلامك علينا كلنا بالصلاه على النبي كده عادي؟ محدش يعرف يعمل حاجه، ابوك الله يرحمه كاتب لي كل حاجه بيع وشراء. ازاي يعني؟ يعني الارض اللي انت واقف عليها دي بتاعتي، الترابيزه اللي كنت قاعد عليها دي ملكي، النجف اللي منوره لنا كلنا دلوقتي بتاعتي. انت كداب، ده اللي انت بتتمناه. يعني فضلت لابد لابونا في الدره لحد ما خليته يكتب لك كل حاجه؟ ايه كلتنا يعني؟ اخوك وكلكم. بالنسبه لبيت ام سميحه وام نجاية، مصاريف لك بتوصل لكم كل اول شهر هتوصل في ميعادها، وعبير ونوره نفس الكلام، كان الحاج موجود بالظبط. ما شاء الله، واقف وفارد طولك وعامل لي فيها الكبير، وهتعمل ايه المعرفش مين، وهتدي ايه ايه؟ هو ده اللي عندي، يلا لبنى عشان ما اكلتش من صباحيه ربنا. انتوا هتسيبوه يمشي؟ محدش يفتح بقه. يعني ايه يا فتحي محدش يفتح بقه؟ بس هتقومي يا بنت. أنا مش هسيب حقل، هاخده لو من جوه عينيه. في إيه يا فتحي؟ أنت ساكت ليه؟ الواد ده كداب، أكيد كل اللي بيقوله كدب، عشان دي لو حقيقة تبقى مصيبة. وهنعرف منين إذا كانت حقيقة ولا لأ؟ لا هعرف، وعرش ربنا لا أعرف. وكذاب او مش كذاب، انت اللي جبته لنفسك يا رضوان، انت اللي جبته لنفسك. دوحة دوحة دوحة، نمت كتير؟ نوم العوافي. مش الجيران اللي في العمارة جنبنا كلموا النجدة مرتين؟ ايه ده ليه؟ صوت شخيرك واصل لعندهم يا توحة. ايه يا فدوى الهزار ده على الصبح كده؟ انا لسه صاحي. بفكك يا ولا. انا عمري ما هفك يا فدوى غير وحقي في جيبي. هتاخد حقك تالت ومتلت. انا فكرت لك وانت نايم. ايه؟ مش وانت لسه صاحي كده، استنى اجيب لك حاجة تاكلها. فدوى فكرتي في ايه؟ انت لو فكرت تأذي رضوان ايه اللي هيحصل؟ هينخ ويسلم ويرجع لي حقي. لا هيعند ويعصلك ومش هتاخد منه حاجة. انت عايز تلعب معاه ماتش والكرة بتاعته، يعني ممكن ياخدها ويطلع بيته ويسيبك متقدر. حقتله يا فدوى. صح، وعندك حق 100%.
بس انت بقى لو قتلته عياله ومراته اللي هيورثوه، وهتبقى ما كسبتش حاجه، بالعكس هتبقى عقدتها اكتر يا اخويا. امال اعمل ايه؟ ما قتلوش؟ لا تقتله، بس هو ومراته وعياله. ايه جالك الرعاش ولا ايه؟ اثبتي. كلمتين كانوا محشورين في زوري، كنت هموت لو ما كنتش قلتهم. الكلمتين دول المفروض انت جدع يا جوزي يا حبيبي، انك واقف مع عيلة صاحبك وقت شدته. لو كنت عايز تتجدعن وعندك فايت جدعنه كنت رجعت لاخواتك حقهم اولى. تحوش تاني. وفي يا رضوان؟ احلف يا لبنى. والله العظيم ما هقول لحد اللي انت هتقوله لي. اقعدي. وصيت ابويا سابها لي ووصاني اني ما افتحهاش الا بعد ما يموت، وريتني ما فتحتها، كنتش اعرف انه كاتب لي كل حاجه باسمي، كنتش اعرف انه حارم اخواتي من حقهم. كاتب لي عندك ان ابو محسن ما ادلوش حقه الا لما يطلق الرقاصه، فتحي وياسر ياخدوا حقهم لما اتاكد انهم بطلوا تجاره الزفت اللي هما شغالين فيه، وعبير شرحه لما جوزها يبطل شغله معاهم او يغور في 60 داهيه ساعتها تبقى تاخد حقها. كتب لي ان عادل ما ياخدش حقه الا لما يبطل شم، واتاكد بنفسي انه اتعالج. كتب لي ان اجهز نورة واطمن عليها في الجوزة واحط حقها في البنك. يعني انا ما عملتش حاجه غير اني بنفذ وصيه ابويا اللي ابتلاني بيها. وربنا يا ابني لو كان سألني كنت أقوله بلاش يابا، كنت أقوله اللي أنت بتقوله ده غلط يابا، كنت أقوله يابا اللي ما كبرش لأبوه مش هيكبر لأخوه، إخواتي وأنا عارفهم عمر حالهم ما يتصلح بحرمانهم من حقهم، بل بالعكس دول هيبوظ أكتر. واللي يخلي عم محمد يعمل كده بس؟ معرفش، معرفش أعمل كده ليه. الله يسامحك يابا، الله يسامحك، عملتني فوق طاقتي، حطني في امتحان صعب مش عارف اعمل ايه. اكسر وصيته، اخون سره وعهده، ولا اقبل ان طوب الارض يشوف ان رضوان البرنس كان حق اخواته. طب وانت يا رضوان هتختار ايه من الاتنين؟ وعياله، عشان لو قتلناه لوحده هم هيورثوه ويبقى ما عملناش حاجه. انت اتجننت؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ انت اللي مقرفه بتنتي. اقعدي واخرسي خالص دلوقتي. انا موافقه يا فتحي. ايه يا عبير؟ في ايه يا عبير؟ الله، ما تسيب البنت تقول رايها. اقسم بالله ما عنديش اي مانع ان انا اقتلك معاها، ولا هتفرقيلي. انا كل اللي فارقلي ان ارجع حقي وبس، وبحاول اجيب لكم حقكم معايا، فمش طالباكي خالص ولا ناقصه معيله ولا تفاهه. وعرش ربنا لو الكلام اللي سمعتيه اتحكى ولا اعترضتي عليه
يكون حافر لك حفرة صغيرة جنبه. وانا بتكلم بجد على فكرة، ما بهزرش. خلاص يا فتحي، خلاص بقى يا فتحي، خلاص خلاص. اسف. لو فتحي قلبه حلو انا هعملها. لو كنت فاكر انك هتقفلني زي اللقمة في الزور تبقى غلطان. احنا هندوس على اي حد مهما كان عزيز ولا غالي، فاهمة؟ خلاص حبيبتي تعالي عادي، تعالي خلاص عادي عادي عادي. كمل يا فتحي. كمل ايه بقى؟ قفلتني ليه كده يا نور؟ ليه كده؟ انت اللي هتنفذ الرافض. اشمعنى انا يا فتحي؟ انا حتى مش هورس، وبعدين انا مش اخوكم. بس مراتك هتورث، واللي فتح اخويا يقول عليه تقول له حاضر هتنفذ. في ايه يا اما؟ هو اخوك بيتكلم في خناقه؟ دول اربع بني ادمين راجعين للي خانقهم. ده قتل يا عبير، انت فاهمه؟ يا دي يا حمار اسمع بقيه الكلام الاول. اسمع ايه يا ياسر؟ لما اوله كده يبقى اخره ايه؟ اخره انك هتاخد ورث رضوان يا غبي. طب اهو شفت؟ عداك العيب يا فتحي. وازح اكيد جرايالة. وانا عمري قلت لك كلام ورجعت فيه؟ ولا ايه رايك يا عم محسن؟ اللي تشوفه اخويا. وانا هفهم قدك. امور وشاط. جت حشر بوزك كده ليه؟ وانت ماسك دمامك كده ليه؟ انت مالك يا جدع؟ انت مراتي انا حر فيها، امسكها انا براحتي. خلاص يا عم انا مالي. قررت اكسر وصيه ابويا، هدي اخواتي نصب، هعمل بوصيتك بقى وربنا يسامحني. طب والله هيسامحك، ده عين الحال يا رضوان. هو ده الصح يا لطفي، ياخدوا فلوسهم ويعملوا اللي هم عايزينه، هم الصغيرين يوم ربي يحاسبهم. بس عشان ضميري ما يأنبنيش هسه شويه على عادل اخويا، مش عايزه يضيع فلوسه على الهباب اللي بياخده ده. حصل يا فتح؟ ايه تمام؟ تمام بس مخدود شوية. معلش يا اخويا، ده اللي بيدوس على صرصار بيتاخد شوية، وبعدين دول اربع ارواح يا بنت. انا مخدود ليكونوا ما ماتوش. شوف الواد، وانا اللي بهون عليك؟ افتكرت محتاج حد يقويك، اتاريك مقوي نفسك بنفسك ومش محتاج حد. انا ما بعملش حاجه يا فدوى الا اذا كنت متاكد منها 200%، لو 190 ما بعملهاش. واللي انا عملته ده مقتنع بيه 1000000%، مش على اخر الزمن بتاع الدوكو هيجي يعلم عليا. كان لازم يعرف الله يرحمه انها طالما جت في الفلوس ببقى سهران. ها رفض قال لك ايه؟ ماتوا خلاص يا ياسر، خلصنا وماتوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو احنا عملنا كده بجد؟ يعني رضوان دلوقتي ميت، هو قلوبنا وسيفه مريم؟ يعني احنا قتلنا اخونا بجد؟ جرايا عبد المحسن، انت هتقلب معدده ولا اتفاجئت؟ ما تنشب بقى يا عبد المحسن، وبلاش شغل العيال ده، عشان المعيله في الحوار ده هتخرب الدنيا. انتوا ايه جمودية قلبكوا ده؟ مستخسر ايه فيا الخضة والندم؟ اللي ماتوا دول مش ناس ما نعرفهاش، ماتوا في حادثة قريناها في الجورنال. ده اخونا ومراته وعياله، واحنا اللي قاعدين. سيدي اتخض براحتك، بس ما تضيعناش والنبي. ها مش هضيعكم، مش هتهم بضيعكم، ما انا هضيع معاكم. بس الموضوع بقى بجد يا ياسر. الله ينور عليك، كويس بقى انك فهمت انه بجد. ها ياسر رأفت معانا هنا صح؟ الا صح،
ما رأفت واقف قدامنا اهو. ولا ايه يا عبده؟ ايوه رأفت واقف معانا. واقف معانا بجد. خلاص بقى خلاص بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. مالكم متجمعين كده ليه؟ في ايه؟ عبد المحسن عنده مغص بطنه وجعاه قوي. المغص هيموتنا يا شيماء. واكل ايه؟ واكل فول وطعميه. الوجع فين؟ في قوله. طيب اجيب لك دواء ولا اديك حقنه تريحك على طول؟ لا حقنه لا. اديله ليبراكس ياسر. حاضر. مش عارف اتلم على اعصابي. عربية نقل كبيرة هي اللي خبطتهم طيارتهم وهربت. ايوه يا باشا انا حارس المزرعة دي يا باشا، شفت بعناها وهي بتضربهم وهي بتجيلها يا باشا. عربية نقل زرقاء. رضوان حمد مصطفى ولبنى عبد الرحمن حسيب وطفل وطفل. طمنا يا دكتور. بالله عليك لا تطمنا. الطفل حالتها كويسه وديناها مهدئ عشان ترتاح شويه. الاب في العمليات دلوقتي ادعوا له. اما بالنسبه للام والطفل توفاهم الله. جرح جامد في بطنه ونزف كتير. ربنا يستر. يا رب يا رب. الدكتور مديله مخدر بسبب الانهيار اللي هو فيه، وخايف على جرحه يفتح بسبب اللي بيحصل له لما بيفوق، وصدره مقفول فمركب له اكسجين عشان مش عارف يتنفس. الله يكون في عونك يا اخوي. الله يكون في عونك يا حبيبي. تسلم يا ست البنات، كتر الف خيرك. انت اللي بدأت يا ابن فاطمة، مش من ساعة ما كلتنا، لأ من زمان قوي. اشوفك في الاخرة يا ابن ابويا. Thank you.
في ايه؟ حضرتك يا دكتور كنا قاعدين بره سمعنا صوت هبد جينا لقيناه مرمى على الارض. ما تسيبوهوش لوحده تاني وحد يفضل معاه طول الوقت. حاضر يا دكتور. شويه وهاجي اطمن عليه عشان ننقله على اوضه. حاضر يا دكتور. راح فين؟ مش عارفة يا دكتور، مش حبايبي اللي جوه زادوا، ابويا وامي ولبنى وسيف، الله يرحمكم الله يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته. والله العظيم يا لبنى ما كنتش بكذب عليك لما قلت لك انك اغلى حد في حياتي، ما كنتش بكذب عليك لما قلت لك ان عمري ما ازعلك تاني. كان وعد، كان صعبان عليا اني زعلتك، قسما بالله العظيم كنت ناوي اعوضك عن كل يوم زعلتك فيه، بس عمرك سبقني، عمرك سبقني وحرمني منك يا لبنى. وانت يا سيف حقك عليا، حقك عليا يا حبيبي. لما جبتك هنا وقلت لك ابقى اعمل زيي، بهات عيالك وتعالى اقرا لي الفاتحه، ما كنتش اعرف ان انا اللي هاجي ازورك يا حبيبي، ما كنتش اعرف ان انت اللي هتدفن قبلي، ما كنتش اعرف ان حتى دفنتك مش هحضرها ولا غسلك. والله يا لبنى انت وسيف، لو كان اللي عمل فيكوا كده بشر مش قضاء وقدر، لكن جايب لكوا حقكوا منه تالت ومتلت، وما اخلي دمكوا يروح حضر. اسمع يابا، هقولك كلمتين حق، وما تزعلش من ابنك اللي عمره ما زعلك. لو كانوا اخواتي هما اللي عملوا كده في مراتي وابني، فده بسببك، بسبب وصيتك اللي ما خدتش رأيي فيها، وصيتك اللي سبتها لي مربوطة في رقبتي بسلسلة من نار شوتني وحرقتني لحد ما دمي سال منها. لو كانوا عيالك اللي عملوا كده، قسما بالله العظيم لدفنهم جنبك، مش هيصعبوا عليا وانا هرحمهم، هخليهم لك عبرة لأهل الأرض. انت مين؟ فتحي فين؟ فتحي! تعال هنا يا اخويا! يا فتحي! انت رايح فين؟ هي وكالة من غير بواب؟ فتحي! انا شفتك مرة وانت واقف على السلم، كنت بعلق الصورة، وانت كنت واقف بتبص عليا، افتكرتك واحد من العمال اللي شغالين في الدور اللي فوق، بس كده لا، شكلك مش منهم، انت يا حرامي يا جاي وراك مصيبة. أنا مش جاي يا أرغي. فتحي فين؟ صحيح، ده أنت سألتني أول ما دخلت فتحي فين؟ يبقى أنت مش حرامي، أنت التانية جاي وراك مصيبة. أنا عارف إن ده بيته التاني وعارف إنك مراته، مش عايز تحوير، أنا أخوه. فتحي فين؟ يا فتحي! رضوان! يا فتحي! يا فتحي! تعال لي بسرعة يا مسعود انت والرجالة، في واحد بيتهجم عليا. يا فتحي! يا فتحي! فتحي لو كلمتك في التليفون ما تردش، وانا هبقى افهمك. قسما بالله العظيم لو ما قلت لي فتحي فين؟ ليه فادوة تبعت رسالة زي دي؟ يبقى اكيد رضوان رحلة. طب ورضوان هيعرف مكان فدوى منين؟
مش عارف، بس ليه تبعت رسالة زي دي في وسط اللي احنا فيه ده؟ أكيد مش صدفة يعني. هي مين فدوى دي يا فتحي؟ صحيح، مين فدوى دي؟ مراتي. نعم، هو تجوزت على شيماء من امتى؟ وليه ما تقولناش؟ وقته ده؟ وقته؟ وقت حشر مناخير أمك دلوقتي؟ بص يا فتحي، بصراحة رضوان عارف مكان بيت فدوى بسببي. نعم؟ يعني ايه مش فاهم؟ ما انت لما قلت لي روح مطر شغل المقاول ما عرفتش، فاخدت معايا رضوان يقيس الشغل. وهو نازل شاف فدوى بتعلق صورة ليك. بس وكتاب الله ما قلت له حاجة، هو اللي هرش لوحده. مش هحاسبك دلوقتي يا ياسر. الحساب بعدين. طب ما تفهمني في ايه بينك وبينه؟ يمكن اعرف احل. زعلك في حاجة؟ هلبسك اسود عليه فتحي. ده انت شايل منه بالجامد. شكله عمل حاجة كبيرة. أكيد رضوان مش هيعمل حاجة لفدوى يا فتحي، صح؟ أنت بالذات تخرس خالص عشان أنت السبب في كل ده. هو بيتكلم صح يا فتحي، رضوان مش هيعمل حاجة لمرة. أنت بتقول كده ومطمن عشان عارف رضوان زينا، بس ده قبل ما نقتل له مراته وابنه. لكن دلوقتي هتعرف رضوان تاني. هو رضوان ليه زان فجأة كده النهاردة؟ أكيد في حاجة حصل. ده أنت وياسر لما طلعت له كان شبه متأكد وما زامش الزومة دي. أكيد عارف حاجة أو وصلته معلومة أو حد أكد له. نورة، نورة كانت بتثبتني يا فتحي. جوزك بعت له رسالة قلت له إن عندك، ما فرقلوش وما ردش. مش فرقله ولا إيه؟ أعتبر ده توقيع؟ مش مستغربك. واحدة قبلت إنها تتجوز فتحي في السر، تبقى ايه غير انها واحدة شبهه؟ ايه ده؟ شبهي؟ هو فتحي حلو كده؟ اسمعي يا أرجوز، انتي لما تشوفي فتحي قولي له رضوان بيقولك انت واخواتك مالكمش بعد موتكو عزة، زي ما وعدك انه هيقطع ايد اللي هيفكر يكفنكو. قسما بالله لقطع رجل اللي هيفكر يعزي فيهم. اثبت يلا، انا بخرب لك دماغك. كويس يا ست فدوى؟ بخير طبعا. هو اللي مش بخير لسه. يا ترى عايزني اقول لفتحي الكلمتين ولا رجعت فيهم؟ اللي بيرجع في كلامه الحريم. وانت ما تعرفنيش، انا رضوان البرنس. تنسيش الكلمتين اللي هتقوليهم لفتحي. يا فرحتي بيكو لا احكوا على الارض زي النسوان الحيارة. خليك انت متهبل كده لحد ما نروح في نهايه بجد. في ايه؟ انت عايز ايه يا اس؟ عايزني صلب؟ ايه حسبت اطلع اللي في قلبي؟ ده الواحد لو قتل فار ضميره بيأنبه. عشان الفار بيبقى ما اذاهوش في حاجه، انما رضوان اذانا والمفروض ما نرتاحش الا لما يكون في قبره. ياسر عنده حق. انت بتعايز ايه؟ عايزنا نروح نبوس ايده علشان يوافق ويتكرم ويدي كل واحد فينا حقه؟ ده عيل خسيس واللي عملناه ده هو الصح. ده بسبعة ارواح. في ايه رضوان يا ابني؟ انت جيت سالت على اخواتك وبعدين خدت بعضك وجريت وما فهمناش حاجه. هم اخواتك زعلوك في حاجه؟ ما تتكلم يا ابني،
مالك ساكت كده ليه؟ ولا ما انا عارفه اخر السكتك ده ايه؟ نيلوا ايه اخواتك عملوه؟ قولي وانا بهدلهم لك. يا ابني سيبنا كده نقعد نهاتف روحنا وسيبنا نتكلم نفسنا ولا ايه؟ مش قادر اتكلم. يعني مش عايز تحكي لنا؟ يا لهوي ده انا نسيت عين البوتاجاز ولعه الا تحرق الدنيا، هنزل اطفيها واجي لكم على طول. ماشي يا اختي. في ايه يا رضوان؟ مالك؟ ما تتكلم يا ابني. سيرك تعرف لوحدك. اعرف ايه بس؟ وبعدين انت ايه اللي سايبك المستشفى وانت لسه ما خفتش؟ لا يا رضوان لا، حالتك اليومين دول مش عجباني ابدا. انزلي بيتك ولما عيالك وعيالها يظهروا هتعرفي كل حاجه. خس عليك يا رضوان. بقى انا طالعه لك اطمن عليك وانت عارف رجليا وجعاني وتطردني من بيتك؟ ماشي يا ابني على كيفك يا حبيبي. انا نازله. بتعملي ايه يا سميح؟ بحرق التليفون زي ما فتحي قال لي. اكيد يا اختي رضوان هيعرف ان احنا سرقناه. طب وانا اعمل ايه بقى؟ ماليش دعوه، المهم ان هو اتحرق، ولو سالنا عليه هنقوله ما نعرفش تليفون ايه، ما نعرفش حاجه عنه. صح، هنقوله ان احنا ما نعرفش حاجه، ما شفناش حاجه. وانا اصدق. اركب يالا. ليه يا بيه؟ فوق. ليه يا بيه؟ ليه يا بيه؟ اخلص. اركب يالا. يا بيه مسكني كده ليه؟ انا عملت ايه؟ فتح المحضر بتاريخ اليوم الساعة 10:30 صباحا بسراء النيابة نحو صلاح الشاهد رئيس نيابة 6 أكتوبر الجزئية، حيث تلاحظ لنا وجود المتهم خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها وبسؤال شفهاتنا عن التهمة المنسوبة إليه. تسريعة تفادوا حسن إبراهيم الجمل بالإكراه. ما أظنش. فأنكرها، حيث تلاحظ لنا أنه شاب أسمر اللون يرتدي ملابس أفرنجية وفي العقد الرابع من العمر، حيث شرحنا في سؤاله بالآتي أجاب. الاسم؟ رضوان حامد مصطفى. سنك قد إيه يا رضوان؟ 34. بتشتغل إيه؟ بوياجي أستاذ وكو. العنوان؟ 38 شارع السد العالي الشرابية. ما قولك فيما هو منسوب إليك؟ بأنك سرقت المجني عليها فدوى حسن إبراهيم الجمل بالإكراه وتهجمت عليها في بيتها وسرقت مبلغ 70,000 جنيه. ده تحت تهديد السلاح. كدب وافتراء. ما سرقتش حاجة. السلاح ده بتاع واحد من رجالتها.
انا رحت لها بس اللي سيادتك بتقوله ده ما حصلش. طلب مني فلوس كتير ساعتك بس انا الصراحه ما رضيتش اديله لان عنده ماله وربنا عطيه بس هو طماع ومضيع كل فلوسه على الغوازي والسهر والستات اللا مؤاخذه يعني. بعد كده سعادتك راح لمراتي وعمل اللي عمله ده. لا وبمنتهى البجاحه سعادتك بعت لي الرساله دي. انا عندي فدوى يا فتحي وانت عارف ليه. شفت حصل يا باشا؟ انا وفتحي كنا قاعدين ورضوان قال له على فلوس وفتحي ما رضيش يديها له. رضوان ساعتها قعد يزعق وقال له ما تزعلش مني لو خدتهم منك غصب عنك انت او من اي حد يخصك. لقيته معدي عليا في الصيدليه وبيقول لي هات ايراد الصيدليه. قلت له فتحي محرج عليا ما ادالكش ولا مليم. وبعدين ما تقعد وتكن في بيتك وتبطل صرمحه. انت لسه قايم من عمليه وحادثه واقرا قران لمراتك الست الطيبه الله يرحمها وابنك. قال لي انت مال اهلك؟ انا حياتي السهر واذا كان عاجبكم. ومد ايده في الدرج وخد كل اللي فيه كان حوالي 2000 جنيه. ولما قلت لفتحي قال لي ربنا يهديه. ما اتعص يا بيه ولا شل اخونه ما عملوش حاجه وعمل الكبيره وراح عند فاته. قاعده في امان الله لسه مخلصه العشاء وبسبح لقيت جرس الباب بيرن. بفتح لقيته في وشي. قلت له ازيك يا رضوان؟ انت ايه يا اخويا اللي منزلك من البيت وانت تعبان كده؟ لقيته بيزقني وفي ايده سلاح. قال لي خش يا مرا هاتي اي فلوس من جوه. اللي نزل عليا صريخ وهو بدا يفتش في البيت. خد كل الفلوس اللي في الدولاب 70,000 جنيه ميات. وانا بقيت اقول له عيب يا اخوي عيب ده انا مرات اخوه. مد ايده عليا وهددني بالسلاح اللي كان معاه لغايه ما طلع البواب وغتني منه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بواب عماره الست فدوى. انا كنت في دوره الميه ما شفتهوش وهو طالع. فجاه سمعت صريخ. لما طلعت لقيت واحد ماسك السلاح في ايده وبيهدد الست فدوى. كان بظهره اول ما شفته. لما لف لقيته الاسطى رضوان. قلت له ليه كده يا اسطى رضوان؟ بتعمل ليه كده؟ ده بيت اخوك. راح ضربني بالسلاح اللي في ايده على دماغي زي ما سعادتك شايف كده. ومش خد اللي هو عاوزه وضربنا ويمشي؟ لا، خد تليفوني وبعت منه رساله لفتحي ولا همه. اكيد كان مبلبح حاجه. وخد بعضه ومشي. شفته هو راجع في الشارع وفي ايده كيس بلاستيك. قلت له يا رضوان تقعد في بيتك عشان الجرح اللي في بطنك يلم. لقيته بيضحك وعزمني على سهره في شارع الهرم. فتح الكيس لقيته مليان فلوس وفوقه طبنجه. قلت له ايه ده؟ قال لي دي الفلوس اللي هنقض بيها النهارده. اخدتها من فدوى مرات فتحي وسبت ماشي. وبعدين عرفت اللي حصل. لقيته طالع على سلم البيت شكله غريب. قلت يمكن علشان عامل عملية والظروف اللي هو فيها. قمت طلعت وراه كان ماسك في ايده كيسة بلاستيك. دخلت معاه البيت طلع منها فلوس وحطها على الترابيزة وسلاح. قلبي وقع في رجلي. قلت له ايه ده يا رضوان؟ ايه الفلوس دي والسلاح ده؟ قام قايل لي فتح اخويا بيستخسر فيا. خدتهم من مراته عافية. مسكته مسحت بيه الارض. قلت له ايه اللي انت حبيبته ده؟ حد يعمل كده برضه؟
فاخوه ومرات اخوه. اخسى عليك يا رضوان، ده فتحي هيوديك في 60 داهية. قام قايل لي ولا هيعمل حاجه، هترسي على معلش. انا اللي غلطان ساعتك، انا اللي عودته على كده. لو كان من اول حاجه عملها كنت بلغت عنه، ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده. بس الظاهر يا باشا ان اللي بيراعي الدم وبيخاف على اخوه وبيصعب عليه اذيته بيتشاف ضعيف ساعتك، واخوه يستحل ماله وحرمة بيته. أنا آسف سعادتك، بس الموضوع ده حارق قلبي أوي. ليه كده يا رضوان؟ ليه كده؟ آسف سعادتك، آسف. أنا معرفش حاجة عن التسجيل ده، ما اعرفش كمان رضوان بيتكلم عن ايه. مش عارفه تسجيل ليه، انا ما سجلتش لاخواتي حاجه. مش عارفه رضوان بيتكلم عن ايه. اتفضلي. اولا يحبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيقات، ويراعى النظر في امر حبسه في الميعاد القانوني المحدد. ثانيا تطلب تحريات المباحث للواقعه وظروفها وملابساتها. ثالثا يتم تحريز السلاح الناري لحين عرضه على المعمل الجنائي. رابعا يحرر للمتهم فيش وتشبيه، وتطلب الصحيفه الجنائيه له. النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوة العمومية والمجتمع تؤكد مما ثبت بالتحقيقات من أدلة قطعية الثبوت واضحة البيان لا مراء فيها، أن المتهم ذي القربة بالمجني عليهم بدل الحسنى بالسيئة وتحالف مع الشيطان قاطعا كل سبل القربة والأرحام، مهدرا للإنسانية بمرض الحقد السقام، مضيعا للأمانة والأمان، متردياً في مسلكه لجرائم جسام، خروجاً على القانون وضحراً للقيم الخلقية، وخرقاً للمبادئ الإنسانية وانتهاكاً لكل المثل، وخائناً للروابط الأسرية المنوط به إحيائها فلاحاً، وعاس في الأرض فساداً، معتدياً على بيت شقيقي في غيبته، هاتكاً ستر أمن وأمان بدلاً من حمايته، وتلفح بجرأة المجرمين العتاة، وتسلح بسلاح ناري أشهره في وجه امرأة أخيه مروعها في مسكنها ومأمنها وهي في هول عظيم مما تراه فلم تكن تتوقعه. أليس هو كتفاً وسنداً لهم جميعاً؟ أليس هو ممن يجار ويستجار به؟ أليس هو ممن قال فيهم رب العزة سنشد عضدك بأخيك؟ هول عظيم لم تفق منه هي المغلوب على أمرها، فشل الإكراه المادي والنفسي الواقع عليها مقاومتها، وهي الضعيفة وسندها يقوى عليها، واستطاع بجرمه المؤثم الاستيلاء على كل ما يكتنز شقيقه المطعون في عرضه من مال بمسكنه، فأضاف المتهم بجرمه مرضاً جديداً في نفس الأخ، ولم يكن ما ارتكبه المتهم من جرم إلا ثمناً رخيصاً لأطماعه الدنيوية المؤثمة والممقوتة وإحياءً لحقده الدفين. اختال الأمن والأمان وقطع الأرحام قبل اغتيال الأموال، وبدل بفعلته النكراء ومخبثته الأخلاقية صلة الرحم إلى قطيعة، والأمانة إلى خيانة، والصدق إلى خديعة، وشد العضد إلى كسره، متحولاً بفعلته النكراء إلى أحط المخلوقات بما أتاه من سرقة من بيت توجب عليه أن يكون في حماه، فليذهب إلى حيث اختار جزاء نكالا، وليقبع سنينا وسنين في السجن ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه
دراما المجتمع بالمروك والخروج على القانون وهدر أركان المجتمع الذي نسعى أن نحياه خالصاً من أشكال القبح المدنس. فلا تأخذكم قضاة الوطن بالمجرم شفقة أو رحمة، واقضوا بقضائكم العادل عقاباً له ليعيد للمجتمع الثقة في قدرة القانون على صيانته وعلى اكتثاث من يعيس فيه فساداً، إعمالاً لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. حكمت المحكمة حضورياً وعاقبت رضوان حامد مصطفى صالح بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين، وألزمته بالمصروفات الجنائية. رفعت الجلسة. محكمة! انت قد حرامي، يعني أوطى مخاليق السجن، متكبر ياض ليه تبيع مخدرات زي ما عمك مانجا بيقول؟ طب وحياة أمك ما أنا سايبك إلا لما توطي تبوس على إيده وتقول له حقك عليا يا عم مانجا. آه ده عند أمك وأمه الكلام ده. أمي يا ابني. أقف ولا أمي. يا ياض منك ليه يا رضوان؟ هو أنت معايا في نفس السجن؟ مش وقته ده. إيه ده؟ ما أنت طلعت بتتكلم أهو، ما طلعش أخرس يا سيوف. لو عمل ذكر ودخل ياخده من وسطنا. ما تبصلوش كده بدل ما خزق لك عينيك. هتعرف؟ تحب تشوف؟ أنا اسمي رضوان البرنس من الشرابية. واحد إخواته قتلوا مراته وابنه. لبسوني قضية ورموني في السجن. يعني ايه؟ يعني مش بقى على حاجة. تصدق عجبتني حكايتك؟ استنى سقف. على الطلاق ما يحسن. أنا اللي هسقف له. ايه ده؟ في ايه؟ تتصرف مع مين يا صالح بليلة؟ مفيش يا باشا. كنا بنهرج. أقوم سبعيهم وعايز أطلع كلهم بسناني. عمالين يلفوا ويدوروا عشان يسألوا على البنت. اسمع، أنت هتطلعي يا عزوكي وإوعي يبان عليك حاجة، ها؟ إوعي. حل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده وشها كمان زي البدر يا فتحي. مال دي قمر. بقية في حياتك يا اختي. حياتك الباقية. الله يصبرك يا رب. انا عارفه اللي انت حاسه والله. فدوى بقى فتحي. على فكره يا ام لبنى، انا وفدوى حكينا كل اللي حصل للحاج عشان ما تبقوش شايلين مننا. وهي الدكتوره لسه على ذمتك يا فتحي؟ لغاية دلوقتي اه يا حاج. والنبي يا اختي عايزة اخش الحمام عشان ناخد بعضنا ونمشي، سكتنا لسه طويلة. تعالي. الحمام اهو. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. ده بيتكو حلوة قوي قوي. هو يا اختي كم اوضة؟ ايه يا حاج؟ مش هتشربينا الشاي ولا هنمشي من غير ما نشرب حاجة؟ انا هخش الحمام عبال ما تعملي الشاي. هو ده الطلب؟ ده لما حمادة قال لي انك عايز مني حاجة قلت بس، انت عايز تعجزني. صاحبي ربنا ما يجيب تعجيز. هو ده طلبي بس، لو عملتولي هفضل شايلها لك. خلاص هديك التليفون،
تعمل مكالمتك براحتك، بس هو حد يشوفك هيحصل حوار. تسلم يا صلاح. بس انا برضو مستغرب، هو ده الطلب؟ مكالمة تليفون؟ مكالمة تليفون فيها حياتي. يا عبد الرحمن البيت. الو الو البيت البيت يا لهوي. الو خطفوا البيت، خطفوا البيت يا عبد الرحمن. عم عبد الرحمن ايه اللي بيحصل؟ خطفوا البيت يا عبد الرحمن، خطفوا البيت. خطفوا البيت. خطفوا البيت ازاي؟ حطوا لنا حاجه في الشاي فتحي. انت بتقول ايه؟ انا مش حذرتك؟ انا حذرتك ولا ما حذرتكش؟ هيموتوها زي ما موتوا سيف ولبنى. التليفون ده انا هكبك. بطمن على بنتي بس. طمن على بنتي. تعالى بتعمل ايه؟ الو يا عم عبد الرحمن. الو نبالي ابو سيف، طمن على بنتي يا بيوع، اعمل فيها اللي انت عايزه. واحنا هنربي له بيته بقى ان شاء الله ولا ايه؟ فيها يا عبير؟ عايزه ايه بالبيت؟ ما مراتكم وخدتوه. بقول لكم ايه؟ انا البيت دي وجودها عامل لي ازمه. كل ما هبص لها كل ما هفتكر حاجات انا مش عاوز افتكرها. بقول لك ايه؟ اقف يا ياسر. اقف يا عم. اطلع يا ياسر. تطلع يا عم. رضوان عمل تنازل عن كل حاجه، قال حقي برقبتي. وايه اللي يخلي رضوان يعمل كده؟ هو عنده ايه تاني يخسره؟ واد يا فتحي، انت عملت حاجه في مريم؟ خدتها ياما ورحت له وهددته اني هعمل لو ما ظبطش، فظبط وتنازل وانت نازل اهو. مريم فين يا فتحي؟ مريم فين؟ رماها في الشارع. رماها. رميت مين يا مان؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فتحي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ايه؟ شيطان يا اخي. انت والله العظيم مريض، انسان مريض، وبتعمل ده كله عشان بتغير من رضوان، عشان هو احسن منك 100 مره وجذبته بيكوا كلكم. وهيخرج يا فتحي وساعتها هتبقى زي الفار قدام. ما انا كنت قدامه يا بنت وهو اللي كان فار مش انا. البيت يا زين بقول لك يا فتحي. يا لهوي عايزه تفرحيني. ازمه عايزه تفرحيني. تمسكي عليا السكينه يا جزمه. يا جزمه خلاص بقى يا بطل. خلاص بقى اوعى. ايه ايه ما تبص يا خالد. بس انت بس منك لله. انت معمول من ايه يا اخي؟ البنت فين؟
رد عليا يا فتحي، البنت ودتها فين؟ البنت اتبخرت خلاص، راحت، مش عايزينها ولا عايزين اي حاجه تفكرنا برضوان. خلاص بقى يا ام، خلاص يا ام، اقعدي يا ام، دخلت خلاص. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك، كانها زي اللي ماتوا بالظبط كده، زي ياسر ما بيقول، اعتبروها ماتت واقفلوا الافلام اللي انتوا عاملينها لنا دي. انتوا ايه يا اخي، انتوا التلاته انتوا ايه؟ شياطين؟ حكلك الم غور انا. بنت عبير. نعم. هتطلعي على الاسم وتعملي محضر ان البنت نزلت تلعب ومش لاقيانا. ماشي. وده مش غلط عليها فتحي. جريالة، انت هتخاف على اختي اكتر مني ولا ايه؟ اللي فتحي اخويا هيقول لي عليها اعمله بالحرف الواحد. نورا مالك، في ايه؟ في ايه؟ فتحي رمى مريم في الشارع. يعني ايه؟ يعني ضيعها يا علا. هو فين فتحي دلوقتي؟ في البيت. وحياة أمي أوريه. فتحي، رميت بنت أخوك في الشارع يا فتحي. بتطردين أنا؟ سايبني والله لنحرك هنا أنت وأمي ومن غير ما أسمي. ولا قتلت مرات أخوك وابنه واللي اتبنى على رضوان البريس وسحبانه يا كافر. البنت دي سايبني بتدخل رجالة الشارع كلهم عندها في البيت يا أمها، مدورينها. يلا يا بنت، مين اللي بيدخلوا رجالة بيتهم يا سافل؟ يلا يا ولية. دم البنت فتحت في أرضي، خليكوا شاهدين والله يعمل لك محضرية هنا. اسمع، لما راجل يضرب مرة بتحصل عادي، إنما لما المرة تفتح دماغ راجل ناس هتتحكى بيها يا فتحي. هي الناس لسه هتتحكى؟ انت مفضوح يا فتحي، عورتك اخي، طلعني يا راجل. اوعى اوعى بقى اوعى، غوري وانت طالق وتلم هدومك ما شوفش خليتك لا في الشقة ولا في الصيدلية، غوري يا ماما. ولا يهمك، بيتي مفتوح لك، انت اصلا ما ينفعش تعيشي مع المهزأ ده. غوري يا ولية، غوري يا ولية، بدل ما اديكي من الشلول. ايه انتوا عارفين تتفرجوا عليا؟ ده ازاي؟ خلاص يا عم يلا بينا، تطلع المستوصف. انا بنزل. يلا يلا. خذ يا شباب. هات اخويا اخلص. لا مؤاخذة اصلا، ده اللومة كلها. دي كمان شيخ، خد 200 جنيه اللي كنت عايزهم. تشكر يا اسطى، ربنا يستر طريقك والله. مين البت اللي بتعيط دي؟ انت لسه مرزوقه هنا؟ قاعده بتعيط من الصبح، شكلها تايه من امها. انت هتفضل طول عمرك جبله كده مفيش في قلبك رحمه بتعيط من الصبح؟ سلام والنبي يا اسطى. السلام عليكم. تخفيش يا ماما. هي ماما فين؟ يوسف مات. سيف ده ابوكي؟ اخويا. طب انت عارفه عنوان بيتكم؟ طب ابوكي فين؟ عمي كان في حته غريبه عنده انا مش عارفاها. طب معلش يا حبيبتي ما تخافيش. ما تخافيش يا حبيبتي ما تعيطيش. انا عايزه الشيبس اللي امي كانت بتجيبه لي. حاضر يا حبيبتي. جيب لك الشيبس اللي هم كان بيجيبهولي. تعال يا حبيبي، تعال تعال. هو ده؟ وأيمن، أنا خدت شيبس. ها؟ تعال يا حبيبتي، تعال يا ماما، اركب يا حبيبتي، خدي.
ايه ده يا محمود؟ البت دي ما ترد عليا يا محمود. دي البت غلبانة لقيتها قاعدة بتعيط في الموقف، بتقول إن عمها سابها في الشارع وأمها ماتت وأخوها مات ونص كلام ما فهمتوش. لا إله إلا الله، هي الناس جرى لها إيه بس يا ربي؟ طب وما وديتهاش الاسم ليه؟ وديها الاسم عشان تتبهدل، وبعدين هيروح مودينها ملجأ. أمال إحنا يعني هنعمل معاها إيه؟ بكرة الصبح إن شاء الله أنا هدور على أهلها، ولو لا قدر الله يعني ما لقيتش أهلها اهو مربيها في وسط العيال نكسفها سوا. منين يا محمود؟ ده احنا بنصرف على العيال بالعافيه. وانت اللي بترزقيهم؟ ما اللي رزق اتنين يرزق التالتة. يعني هي اللقمه اللي العيال الصغيره دي هتاكلها هي اللي هتنقصهم؟ كنت عايزاني ايه يعني؟ العيال مرميه في الشارع اسيبها؟ وانا ما عنديش رحمه، مش بني ادم؟ حقك عليا يا اخوي، انا بس مستغربه. الله اعلم، كان ربنا جاب البت دي في طريقي عشان ما تتبهدلش. بعدين ما الواحد بيطلع الصبح على الله يركب الميكروباص فاتح بابين، يا باب رزق يا باب مستشفى. يمكن ربنا جعلها باب رزق نقفله يعني. بس جميلة انت مش كده؟ ولا يهمك، قسما بالله العظيم امك ده عيالك، ده عيل ندل ما يتعاشرش. عمري ضاع معايا يا رضوان. عمري اللي ضاع، لسه صغيرة وزي القمر وصيدلانية، ألف مين يتمناكي؟ قسما بالله العظيم امه ده عياله لا تبقى من نصيبه. اه والله وباعوا البيت لجمال حجازي. اه وجمال بيهد وبيبني مكانه برضه. مريم قاعده مع مين في يوم امه؟ فتحي اخد لنا شقه لحد ما جمال يبني ونرجع نستلم الشقه اللي هو واخدها منه في البرج. ما جبتوهاش معاكوا ليه؟ من ساعة ما عزله وأنا مش عارفة أكلم نجاية علشان أستأذنها. مريم بخير يا نورة؟ أكيد يا رضوان، ما تخافش عليها، خرجناها أنا ونورة هي زي الفل يا رضوان، اطمن عليها. على فكرة يا رضوان، ولا أنا ولا نورة رضينا ناخد الورث. أنا أصلاً فتحي قال لي ماليش ورث، مش فارق لي ولا. أنتوا ما تمسكتوش ليه؟ غلطانين، ده حقكم. غلط اننا كنا نعمل غير كده. كنت بقى شماء معدينك في الصاله ولا خدت اوضتي؟ عيب عليك يا ولد، قاعده في اوضتك طبعا. تنور، ده بيتك ومكانك. ربنا يخليك. على فكره يا رضوان، كان في فكره كده انا وشماء فكرنا فيها، ما تستغل الوقت اللي انت فينا وتذاكر وتاخد شهاده بدل ما تضيع وقتك. اعمل بيها ايه الشهاده دي؟ هتنفعك لما تطلع برضو يا رضوان. ما انا دكتوره، لما هطلع مش هطول وارجع السجن تاني، كمالهاش عايزه شهاده. وانت عامله ايه يا نور؟ حماده، قلت لك 1000 مره لسانك ما يخطبش لسانها. بص قدامك، يا مريومة عارفة قضيت الأكل؟ هجيب لك حاجة حلوة أنا جاي. عارفة أجيب لك إيه؟ عارفة. طب أجيب لك إيه؟ شيبسي. شاطرة، أجيب لك شيبس. وأنت ياسين أجيب لك شيبس. شوكولاتة. شوكولاتة، حاضر ألمك. خد يا من الأول. ما تكلمش كتير. حاضر يا أخوي. بقول لك إيه؟ خدي بالك من العيال وخصوصا مريم. ما تقلقش، ما تقلقش يا حبيبي، خلي بالك أنت بس من نفسك. هل يعني مرتاحين معاه ولا في اي مشاكل؟ بالعكس، دول حبوها خالص، حتى الواد علاء النهارده بيقول لي خليها معانا يا ماما على طول. طب تمام، انا عموما سالت على رضوان البرنس اللي قالت عليه ده، وتقريبا في واحد بتاع لكم في الشرابيه اسمه رضوان البرنس، هروح اسال عليه. تصدق قالت لي دوكو دي قبل كده؟ ولما هي قالت لك قبل كده دوكو يا بنت المخبوله ما قلتليش ليه؟ ولا انت بتحب تعب وخلاص؟ يلا خدي بالك من العيال.
بقول لك يا بطل والنبي. مرني يا عمو. الورشه بتاع رضوان البرنس فين؟ الورشه قفلت. البيت بتهد دلوقتي اصلا. انت عايز ترش عربيتك ولا ايه؟ لا ده انا معايا عربيه سقف عالي كده مخبوطه وقالوا لي محدش هيرجعها لك فابريكا غيره. لست رضوان في السجن والورشه اتقفلت. اتباعت اصلا. اشتراها معلم جمال حجازي صاحب العماره دي. وانت ما تعرفش هو اتسجل ليه؟ ده موضوع كبير. بيقولوا ان سرق مرات اخوه وخد 7 سنين. بس الشارع كله يشهد ان اللوست رضوان ما يعملش كده. ده هو اللي مربيني. في ناس بتقول ان اخواته هم اللي لبسوه الحوار ده عشان خاطر المشاكل في الورث ما بينهم، وناس تانية بتقول ان اخواته هم اللي قتلوا مراته وابنه كانوا ماتوا في حادثه عربيه، وناس تانية بتقول انهم رموا بنته اول ما دخل السجن. لا حول الله يا رب. طب هو ملوش حد تاني غير اخواته؟ حد تاني ايه بس يا بيه؟ هو لو ليه حد تاني كانوا عملوا فيه كده. ربنا يكفيك شر النفوس لما بيدخل ما بينها الفلوس. متشكرين يا اخويا الله يستر طريقك. حبيب عمو. الله المستعان. عملت ايه يا ياسر مع المعلم خضير؟ اداني 625,000 وباقي 375 هجيبهم اول الشهر. ليه يعني؟ بنبيع بالقسط؟ مفيش حاجه يعني، الراجل بتاعنا فتحي وما بيتاخرش. بس هو اتزنق. اتزنق؟ اتزنق يا حبيبي، يروح الحمام ما يجيش عندي. الله، الراجل ده ما تطلعلوش بضاعه تاني غير لما يدفع كل اللي عليه. فاهمني؟ تسلم يا كبير. ولعلمك بقى، قبل اي بضاعه يدفع ثمنها الاول. اللي تشوفه يا فتحي. اه الراجل رد عليا. اني راجل بتاع الارض اللي على الباب عايز فيها 9 مليون. ليه مدفون فيها عبد الحليم؟ يلا يا عم عشان ما نتاخرش على سعيد ابو المكان. سلام. سلام يا فتحي. يلا هطلع وراك انا. طب تعالى اركب معايا بقى، نروح مع بعض يا عم. يلا ماشي. حصلنا حماده اوامر. طب بالنسبه بس للشنطه، تحب احطها في عربيه ياسر ولا اخليها معايا؟ لا خليها معاك. مبروك يا سيدي. ادي الواد ده ثقه زياده عن اللزوم وانا ما برتاحلوش يا فتحي. ما كفايه بقى يا عم ياسر، بقالك سنين بتقول الكلام ده والواد ماشي الماس، واد حرك ومخه نضيف، وبعدين مريحني. الواد ده لو مش تمام ما كانش قاعد المده دي كلها ما يبانش عليه. انا لا كحول ولا تلميس، ده انا فتحي. اطلع.
حمد لله على السلامة يا حبيبي. النبي اللي استرد وقال الفرنسي حبيبي. وحشتينا يا ام علا والله. حبيبي انا وحشتني اكتر. ادخل ادخل يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دايما يا رب. الحمد لله. طمنيني على احوالك واحوال علا. الحمد لله الحمد لله. هقوم احضر لك الغداء. انت فين يا مولا؟ طول السنين اللي فاتت كنت عارف انها مش بخير. كنت بشوف ده في عينيكم. مفيش ولا حاجة من اللي قلتوها لي صدقتها. مرات تقولوا لي مش عارفين نجيب عشان فتحي مش موافق. اقول لكم حتى عايز اشوف صورتها. تقولوا لي مش راضيين يدخلونا بتليفونات الزياره. كنت عارف انكم مش عايزين تزودوا على حملي. بس انتوا كنتوا بتزودوا يا ماما. ولا عارف ان بنت جرى لها حاجه. قتلوا البت يا مولا. لا لا يا حبيبي ما قتلوهاش. اخواتك رموها في الشارع بعد ما زاروك في الزين. رموها في موقف اسمه الموارد في طريق طلعوا. كلنا رحنا دورنا عليها كتير بس ما عرفناش نلاقيها. والله العظيم ما حد قصر. السلام عليكم يا غالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابي كان في بنت تاهت من 5 سنين هنا في الموقف. سمعتش حاجة عن الحوار ده؟ لا والله ما سمعناش حاجة. سمعتش عن حد لقاها؟ لا. كتر خيرك. ماشي ماشي. محمد صلاح جاب النهارده جو جميل قوي. يا رب نشوفك زي كده نتمنظر بيك. يسمع من بقك ربنا. بس أنا مش عايز ألعب في ليفربول، أنا عايز ألعب في برشلونة. يا عم أنت هتنقي؟ ما كلهم حلوين. ولا ايه رايك يا بابا؟ بابا ايه يا نور عينا؟ عايزه حاجه؟ انت مش معانا اصلا. معلش يا استاذ دماغي مشغوله كده بفكر في حاجه. مالك يا اخويا؟ من ساعه ما رجعت من بره وانت شكلك في حاجه مزعلاك. أبو مريم كان في الموقف النهارده بيدور عليها. خرج من السجن. وصل لك؟ سأل الناس كانت قاعدة جنبي. وأنا سكت ما قدرتش شنطة. وتفضل ساكت يا محمود؟ أنا محدش هياخد مني بنتي ده أنا أموت فيها. وحياة النبي يا محمود ما تخلي حد. محدش هياخدها يا منال. أنت صوتك. ولا أنا هتجنن ليه؟ مريم دي حتة من قلبي ما أقدرش أستغنى عنها. لو من لحمة ودم مش أحبها كده. البت دي من يوم ما دخلت البيت ده زي ما يكون ربنا بيقول خد رزق. بدل ما كان ميكروباص وطلع عيننا في قصاته
ربنا كرمنا باتنين مفيش عليهم مالين. منظر ابوها النهارده في الموقف صعب عليا. راجل ماشي يدور عليا عيني هيتجنن. لسه خفت اقول له ياخدها، مش هقدر، دي بنتي. هو مين اللي يبقى اب وام يا محمود؟ اللي خلف ورمى ولا اللي خد ورب؟ مريم دي بنتنا احنا، واللي بره دول اخواتها، ومعانا هنا عشان ما تظلميش الراجل. ابوس ايدك اتقلها. هو ما خلفش ورمى، هو اتظلم واتسجن واتحرم منها غصب عنه. انت بتفكر تديله البنت يا محمود؟ لا، امال انا بقول لك هموت ليه؟ بس منظره النهارده هيجنني، مش قادر. انا صعب عليا، وانا لو مكانه كان زمان اتجننت، كان زمان يموت. لما امك قالت لي خبر بنتي استغربت اني ما عيطتش. اكتشفت ان دموعي كلها خلصت في السجن. اولا كنت حاسس من جوايا اني بعيط، بس من غير دموع، احساس بس. حقك عليا. ريت احساسي كان صح. لما كنت بشوف في عينكم انكم بتكذبوا، بس كنت فاكرها ماتت. كنت خارج مش ورايا غيرهم، اخد روحهم واحد واحد. بس لما عرفت انها تاتت اتلخبطت، حسيت اني رجعت لنقطه الصفر تاني. كان مكتوب عليا الشقه والمرمطه وجع القلب. مبقاش في حياتي حاجه غير ان الاقيها، الاقيها وامن لها مستقبلها، وبعد كده اجيب لها حقها هي وامها واخوها. طب وانا يا رضوان؟ مش في حساباتك دي خالص؟ مش في حساباتك الاولى ولا التانية؟ اللي قاعده مستنياك وبتحبك وربط حياتها بيك، ملهاش اي خاطر عندك. من اول اللي حصل لك ده وانا ما بطلتش افكر فيك. الخمس سنين اللي انت قعدتهم في السجن عدوا عليا 100 سنه، كنت بستنى يوم الزياره، بحسب الوقت بالساعه مش باليوم. كنت بقول يا رب يا رب يخرج حسن سير وسلوك، مش قادر استحمل كل ده. انا لما رجعت الشارع تاني بعد ما اتطلقت حسيت ان حياتي خلصت، ضلمت. وانت واحده واحده نورتها لي من تاني، خلتني مش عارفه اشوفها من غيرك. خليني انا كمان اساعدك ونور لك حياتك، خلينا نعيش الباقي من حياتنا في سلام. انا مش هقولك انا بحبك قد ايه، ولا هقولك انت بالنسبه لي ايه، لان قلت لك كتير وانت عارفه ده كويس. بس هسالك سؤال، لو حصل لك اللي حصل للبنى هتقبل اني ما اجيبلكيش حقك؟ لو لبنى سمعنا دلوقتي هتقولك عيش في سلام، كانت هتكون خايفه عليك زيي. عشان خاطري يا رضوان، لو بتحبني الاقي بنت الاول وهلاقيها. فرصة. انت ايه اللي جابك هنا؟ عرفت الاول انت شغال مع مين؟ سلمي على اخوك يا علا، انا اللي خليته يشتغل مع فتحي. كانش ينفع اقول لكم عشان ما اخونش الوعد مع رضوان. وتسيبنا نقطعك وتسيب ابوك تمشيك من البيت وتعيش لوحدك، تخلينا نكرهك يا حماده عشان تتسبك اكتر يا علا. عمركم ما كنتوا هتعرفوا تمشوا معايا زي مشيت الواد ده كله. عمرك وانت عارفه ما كنت هتديني قدامهم بصه اللي من فوق لتحت وانت معديه وشايفاني واقف معاهم. البصه دي لوحدها كانت بتكسبني ثقه فتحي. انا كنت بتقطع، بس كان مصبرني انك هيجي يوم وتعرفي. انا قعدت من ساعات ما خرجت، لا زرت رضوان ولا سالت عليه عشان اسمي ما يبقاش في كشوفات الزياره. عشان لو ساله ما قلتليش موضوع بنتي ليه؟ ولا هتعمل زيهم تقول لي كنت خايف عليك يا رضوان؟ كنت عايزني اجي اقول لك ايه وليه؟ وانا اكتر واحد كنت شايفك عامل ازاي وانت جوه. انا كنت نايم على السرير اللي تحتك، يعني كنت بسمعك بالليل وانت نايم وانت بتصرخ وبتندع على لبنى وسيف ومريم.
كنت بقتلك لو قلتلك، وكنت هبقى كارت محروق بالنسبة لهم، وهنخسر ترتيبة عدم زيارتي لي في السجن، وما كانش هيبقى معايا كل المعلومات اللي أنا شايلها لك يا صاحبي أول ما تخرج. صدقني يا رادون اللي أنا عملته ده الصح. وأنا بموت يا حمادة، بنتي بعيدة عني، مش عارف نايمة في الشارع ولا مستورة تحت سقف، مش عارف شبعانة ولا جعانة، مش عارف لو شفتها أعرفها، هي لو شافتنا تفتكرني، مش عارف. حاجة واحدة بس اللي عارفها، إن قسما بالله العظيم لو هشق الأرض يا حمادة هلاقيها. إن شاء الله صاحبي هتلاقيها. الأول بس عايزين نظبط حياتك اليومين دول. خد قبل ما انسى ده تليفون جديد وعليه خط سجلت لك عليه كل النمر اللي انت هتعوزها. عايزين بقى نظبط بقى ايه، انت هتشتغل فين، هتنام فين اليومين دول؟ ايه دول؟ دي فلوس بس خليها معاك لغايه ما الدنيا تظبط. مش هصرف من فلوس فتحي يا حماده. دي فلوسك في الاساس وهو خدها غصب عنك. لما خدها بعلمه من عينه اخد حقي زي الرجاله. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش عليا، مفيش نومة أقسى من نومة السجن، ولا لقمة مرة من لقمته. أشوف وشك بخير. حكمة السادات في القوة والفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا منال؟ الحمد لله على السلام. الله يسلمك. الشمس بتاعك يا مريومة. خدها كابتن علاء. الله، ايه ده؟ شوف بنفسك. خدها يا استاذ ياسين. خدوا ليك يا منال. تسلم يا اخوي. دول عشانك يا مريومة. شكرا يا بابا. يلا بقى ناخد حاجتنا وعلى الاوضه. تعيش وتجيب. في جديد في موضوع اياه؟ طب هو مش ممكن يوصل لمريم عن طريق المدرسه؟ وصل لها ازاي يا منال؟ ما انا مقيد البنت في المدرسه باسمي. ربنا يسامحني بقى عن شهاده الميلاد اللي زورتها لها. هو انت يعني كنت زورت عشان تعمل حاجه غلط؟ ان شاء الله ربنا مسامحك. بس انا برضو قلقانه يا محمود. ان شاء الله ربنا يستر. يلا يا ياسر انزل اديله شيك. وبقول لك ايه، ولا تبقى ناشف معاه بقى، ما تحسسوش ان احنا بنعمل كده عشان نحل، لا احنا بنعمل كده عطف شفقه، بنجبي عليه من الاخر، فهمت؟ يلا. طب بدل ما انت قاعد تنليني كده بتدخل له انت يا فتحي. يلا يا ياسر، يلا يلا. ماشي بسرعه. ده شيك بثلاثة مليون جنيه، تصرفه بقى وتعيش حياتك وتنسى اللي فات يا رضوان. أنا بصراحة شايف إنك تنسى بمزاجك أحسن ما تنسى غصب عنك. واخد ثلاثة مليون، مليون ونص ورثك، ومليون ونص تانية تحية مننا ليك.
حقيقة. خلاص بقى يا فندم خلاص هطمنك. يلا سلام. بس كانت مسبوكة على فتحي قوي. شفتني انا بقول له اغزهولك؟ كلها. بس سبحان الله انتوا عيلة غريبة قوي. اتنين اخوات مأجريني عشان يقتلوا اخوهم، وواحد من الاتنين دول بينصص معايا وبيعمل مصلحة على اخوه. حاجة تقرف. ما تقدر على نفسك بقى يا عم انت. طب بالمناسبة انا غيرت الاتفاق. غيرت الاتفاق يعني ايه؟ مش احنا كنا متفقين انتوا 2.5 وانا 2.5؟ مظبوط. وال2.5 الاولانيين يتقسموا ما بيننا، وال2.5 التانيين بعد ما راح اخوك تفارق؟ صح. كب ميه على الكلام ده كله بقى. ال2.5 الاولانيين بتوعي لوحدي ما فيهمش ابو قاسم، وال2.5 التانيين انتوا الاتنين لكم فيهم 500 باكو بس. نعم يا اخويا. هو ده اللي هيحصل، يا اما راح اخبص لفتح اخوك واركبك مسرح. شايف مجايبك يا عم رافض؟ مالها مجايبه؟ اكون انت من اللي عايز يقتل اخوه يسرق اخوه التاني؟ هات الأرنبين ونص يا عم رافض. يلا دودو دودو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ايوه يا ياسر. كتكوت لسه ما ظهرش يا فتحي وانا قلقان. لا اطمن يا ياسر، كتكوت عندي هنا يا ياسر، بس جثه يا ياسر، عندي جثه في السرير يا ياسر. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. جثه كتكوت عند فتحي، جثه كتكوت عند فتحي رافض. يا نهار ازرق،
مش اول حد يجي يسال على البنت دي يا مدام، ده احنا عايشين في القصه دي من سنين، كل شويه حد يجي يسال عليها، واخرهم واحد اسمراني يقول ان هو ابوها، كل يوم يجي يسال ويدور. ايوه صح صح، ده اخويا ابوها فعلا وهيموت عليها. في يا جدعان نص مليون جنيه للي هيدل على البنت او يقول اي معلومه عنها. ماشي مسعود، ادي رقمي للرجاله علشان لو جد اي جديد تكلموني. ماشي يلا اكتبها رجاله النمره دي. ماشي 0-4-3-1-1-1-2-2-5 تمام كده؟ تمام يا غالي. ايه يا اسطى؟ ايه يا كلام؟ ايه يقولك في الكلام اللي اتقال ده؟ كلام ايه؟ نص مليون اللي محطوطين قصاد البيت اللي ساتر طريقي لو الشيطان وزك تكون مشرح وشك. مش عليا انا يا اسطى والنعمه، انا قصدي عليك. وبعدين ما هياش بيتك يا قطه، انا لقيتها في الشارع، عيالة صغيرة لقيتها مرمية بتصرخ، خدتها وربتها وحبتها وبقت في معزة عيالي ويمكن أكتر. اللي جايين واردين نص مليون جنيه دول في عيالة رموها في الشارع أول ما أبوها اتسجن، نيتهم مش خير. طب وأنت مالك يا اسطى بقى بالحوار ده؟ ما تديهم البيت وتاخد منهم النص مليون وتعمل كل اللي نفسك فيه يا اسطى. كلاني لو جبت سيرة البت دي معايا ولا مع حد غيري، اللي عرفت حد ان البنت دي عندي سواء انا عزاك هيكون منصوب في شارعكم، فاهم ولا لا؟ الو الو، انا اللي عندي الحاجه اللي بتدور عليها ومجنناه وحاطط فيها نص مليون جنيه اللي يدلك عليها. طب انت فين وانا ممكن اجيب النص مليون واجي لك لغايه عندك؟ لا ما في مشكله صغننه كده، ابو البيت جه عيني وكان هيموت عليها وحط رقم اكبر من النص. كذاب كذاب كذاب، وما حلتوش اللضا ولا حتى نص جنيه. يابا ماليش فيه، كذاب صادق مش شغلتي. اللي تلزمه البت عد يا صاحبي. وانت عاوز يتعدلك كام يا معلم؟ 2 مليون يا تنهي الاتصال. موافق، بس اضمن منين بقى انها مش اشتغاله يا زميلي؟ ما تدفعش غير والبت في حضنك، سلم واستلم، تروح بيها اروح انا بالجزء ارانب. ها اجي لك فين؟ اجهز نفسي واكلمك اقول لك فين وامتى. وداع. كلاني يا اسطى. محمود طب بتعمل ايه؟ بفك ميه يا اسطى. فكيت اخويا؟ الحمد لله. طب يلا اخويا شوفك لعيشك. حاضر يا اسطى. يلا ربنا يستر طريقك. حاضر. السلام مرج مترو، السلام مرج مترو، السلام السلام مرج مترو، السلام السلام. العربية
السلام عليكم. وانا اللي كنت فاكراك نادلي ومش هشوف وشك تاني. تصدق عيب كلنا عمره ما يخليك تعاني يا خالتي، ده انت اللي مربيهم. ده انا لو جيت على الدنيا كلها ما جيش عليك انت يا بطل الابطال. نفسي اعرف انت خدت البت عملت بيها ايه؟ اديتها لناس غشيمه وخدت 100,000 جنيه، 50 في جيبي و50 في عجلك. والناس الغشيمه اللي انت اديتهم البيت اللي كانت عندي ما بيخلفوش؟ لا الحوار مش كده، الناس دي البت ضايع منهم بقالهم سنين وبيدوروا عليها، وانا عارف مكان البت الحقيقي بس ولا اقدر اخدها ولا اديها لهم. ليه بقى؟ عشان المربيه اللوسته بتاعها في الميكروباص. محمود شفيق؟ ما انت عارفه بقى من ايام ما كنت شغاله في الموقع، لو خدتها عيشه لوحني. فقلت اعمل ايه؟ قلت اخد بيت من عندك كده واديها لهم ونعمل مصلحه، وكده كده هم مش هيبقوا عارفين شكلها لما كبر. بس محمود راجل طيب. بس لو خدتها مش هيبقى طيب. طيب يا فالح، حتى لو كانوا ما يعرفوهاش، يعني هي البت خارصه؟ ما ممكن تتكلم. هاو ده لو عرفوا لي مطرح ولا لقوا لي مكان. نعم يا روح امك، والبنت مش ممكن تدلهم على مكان انا؟ ما تخافيش يا حمديه، انا هرسيكي. البت دي الناس بتدور عليها من ناحيه، وابوها قلب عليها الدنيا من ناحيه تانيه، وكان كل همهم ان هم يسبقوه الاول. ده انا جبتها لهم في شوال وعادي. استر يا رب. يا وليه يبستي بالقرشين اللي جبتهم لك؟ ده انت لو كنت شغلت البت 100 سنه ما كانتش جابت لك ال 50,000 دول. يبستي يا حمديه، افرحي. سلام. بس بقى عياط فلقتينا طول الطريق، جاتك البلا في شكلي. اهدي يا توح على البيت، اهدي يا أمورة، أجيب لك أكل أو حاجة حلوة؟ انصر دينك يا فتحي، بس هتعمل إيه بيها بقى؟ نقتلها. أكيد الراجل مش عامل ده كله عشان نقتلها بمخك. عبير، مستني منها إيه يعني؟ هتلاعب رضوان إزاي دلوقتي يا توح؟ هجيبه وهقول له هديك البيت، ومع أول حاجة هتحصل منك في اللي قابض تمن قتلها حتى لو كلنا أموات، وهعمل كده فعلا. وهو هيوافق وهيسكت؟ هيوافق. هيوافق. رقم واحد أول ما يلاقي البت في حضنه هيخاف عليها، وهينقح عليه عرق الحنية. رقم اتنين التهديد بتاعنا هيخليه يفكر ألف مرة قبل ما يعمل أي حاجة. هيجيب البت ويحطها قصاد عينيه ويسأل نفسه، يا ترى هسيبها لمين؟ يا ترى هيقتلوها ولا لأ؟ ويرجع يقول لنفسه يعملوها، ما هم عملوها قبل كده. المهم دلوقتي يا فدوى، أنا عايز البت دي تختفي لحد ما اظبط الكلام في راسي واشوف انا هعمل ايه. بس بقى. ومكانه فين؟ حلوين. يلا بينا بقى. يلا. ما خلاص يا اما مالك؟ زن زن حلوشك على وشك والمصحف. ما تهدي على البت يا عبير، في ايه؟ اهدي يا اختي بدل ما يطقلك عرق. ما تخافيش يا حبيبتي، ما حدش هيعمل لك حاجه، اطمني، احنا هنرجعك لابوكي. انا ابويا ميت. لا يا بت مش ميت، ابوكي عايش وكان في السجن. سجن ايه؟ انا ابويا اتحرق هو وامي السنه اللي فاتت، قبل ما الست حمديه تيجي تاخدنا انا واخواتي في الشحاته. حمدية مين يا عمري؟ الراجل خدني منها وداني للراجل اللي كان بيزعقلي بره. انا عايزه ارجع للست حمدية ولاخواتي وحياه عيالك يا ست هانم. انا معرفش مين كلاني ده. يا وليه يا كدابه، انا كنت قاطره وشايفه بعينه وبيقسم معاك الفلوس وبيقول لك على البت اللي اداها الناس بدل البت اللي عند اللي مشغله. بص يا ست، انا لا فارق معايا البت ولا فارق معايا الناس اللي نصب عليها ولا فارق معايا الواد نفسه،
انا كل اللي فارق معايا محمود شفيق الاقيه فين. ابوس ايدك يا باشا، طلعوني انا من الليله ديت. انا ليا دعوه بكلاني ولا ليا دعوه بغيره؟ جرايه ولا ما تيجي معايا دغري بدل ما عليا الحرام. يا حماده صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحياه سيدنا النبي لو ما قلت لي محمود شفيق فين لا اقطع لك ايدك ورجلك واسيبك تنتني هنا. فين يا بنت؟ في دار السلام ورا السنترال. واعرف العماره ازاي؟ العماره تحتها قهوه اسمها الصرفي. قسما بالله العظيم لو رحت المكان ده وما لقيته ما حد هيحوشني عنه. والله العظيم انا قلت الحقيقه، وحتى كمان كيلاني قال لي ان هو خد مني البنت بدل البنت اللي كان هو بيربيها. هو البنت اللي كان بيربيها تخصك بحاجه يا باشا؟ بنتي محمود طيب، محمود طيب والله وبتاع ربنا. 2 مليون اطلع يا بنت. مفيش حاجة توقفك عن الوسخة أبداً يا فتحي. لا ما تستغربش، ما أصل اللي خلاني أشتغل معاك رضوان شكك في محله يعني. اطمن بنت بقت في حضني خلاص. شفت حمادة؟ طب اسمع كلام يا فتحي، اللي هيتكلم هديله بالجزم كده. لا البيت أنا حرمان 2 مليون واسمعي غير إنه يقتلني يا فتحي. قسماً بالله العظيم لو حد عرف ان البت مش معايا هقتلك. حاضر والله يا حاضر حاضر. يلا ولاد يلا علاء. وانت ماشية كده مفيش بوصة لبابا. خدي بالك من نفسك، خدي بالك من اخواتك. لا اله الا الله يا بابا. محمد رسول الله حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عارف انك ما تعرفنيش. لا عارفك استاذ رضوان. ما لقيت مريم زمان قالت ان ابوها اسمه رضوان البرنس واصطادوك في الشربيه. رحت سالت عليك وعرفت حكايتك وعرفت انك في السجن. لما جيت الموقف تسال عليها خفت اقول لك انها عندي عشان ما تاخدهاش مني. يعني شفتني وسبتني اتوجع عليها بالشكل ده؟ عرفت تنام على فرشتك يا اسطى وانت شايف ابو حزنه على بنته وضيعها هدد قلبه وطفيه. غصب عني اقسم بالله العظيم من يوم ما شفتك وانت هتتجنن عليها انا ما بيغمض لي جفن. قلبك موجوع على بنتك اللي راحت منك. انا قلبي بيتوجع على بنت اللي هتروح مني. نفسك مكاني. يا اما خلي بنتي في حضني واظلمك، يا اما تاخد بنتي مني واموت. اضطرت اظلمك يا استاذ سامحني. وانا مسامحك رغم انك بتقول ظلمتني. كمان عايز ابوس على راسك واقول لك روح ربنا يعزك ويكرمك ويسترك زي ما سترت بنتي. بابا ظلمك لو عاتبتك يا اسطى محمود. انا شايف حبك لبنتي وخوفك عليها. اوعى تفتكر ان كلامك عن بنتي ده سهل ولا عادي. كلامك رجعني احس ان الدنيا لسه فيها خير بعد ما كنت فاكر انه راح منها. القريب رمى بنتي في الشارع، الغريب سترها ورباها وعلمها. بركب يا اسطى نروح البيت نقعد نتكلم
ونشوف اللي في مصلحة مريم نعمله. غطي راسك عشان معايا ناس. ناس مين؟ غطي راسك. اتفضلوا يا رجاله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعلى مراتي استرادون البرنس ابو مريم. انت جاي تاخد مريم؟ جاي اخد بنتي يا محمود؟ رد عليا يا محمود، بنتي هسيبني وتروح معاه؟ جاي مين ياخد بنتي يا محمود؟ طب انت هتقدر؟ طب لو انا قدرت، لو انا قدرت اسيب له مريم، انت هتقدر؟ انت هتقدر تخليه ياخد مريم مننا يا محمود؟ رد عليا. انت هتخليه ياخد مريم مننا؟ يلا عنا. مريم بنتك يا علاء، بنت الوسطى محمود، ليكوا فيها زي ما انا ليا فيها بالظبط، وفيها عندي اللي انتوا عاملينه في نفسكوا عشانها. وقت ما تحب تشوفيها اجيبها لك لحد عندك. بختها ان ربنا عوضها بام حنينه زيك، بدل امها الله يرحمها، عوضها باب، عوضها باخوات بدل اخوها الله يرحمه. مريم بنت حلال ان ربنا طبطب عليها بالشكل ده. هو هنم مين اللي هياخد باله من مريم؟ ذاكر لها يعني، اكلها وشربها استرضوان يعني. انا يا استاذ محمود. طب ما تخليها هنا واحنا نخلي بالنا منها، وكل ما تعوز تشوفها تعالى تعالى ان شاء الله تيجي كل يوم، عشان خاطر النبي سيبها، عشان خاطر النبي، عشان خاطر النبي يا استرضوان سيبها، عشان خاطر النبي. مش هقدر. خليته يا محمود. قعدتهم مملة، سبتهم وطلعت ادور عليكي. هتفضحنا يا ولا. وحشتيني. روح العوامة واجيلك. موافق بس على شرط. أنا ما حدش يتشرط عليها ولا أنا اللي بتشرط بس. طب طلب بلا شرط. أطلب يا عمري. حضن. يخرب بيتك إزاي وهم تحت؟ مش هينفع ننزل ورا بعض، خليها وقت تاني ولا. يلا يلا نصر. ماشي طيب. امشي. ازيك يا ماما؟ احنا عندنا ضيوف؟ هما مين دول يا بابا؟ خد اخوك علاء وطلوع. تعالى مريم عايزك. تعرف انا بحبك قد ايه مش كده؟ عارفه طبعا. عارفه ماما بتحبك قد ايه؟ هو في ايه؟ القاعد ده مستردون البرنس ابويا. انت مش فاكراه؟ مش فاكره حاجه غير اسمه. انت ابويا ودي امي. انتوا جايبينه ليه؟ عشان ياخدني؟ عايزين تمشوني مع واحد مش عارفه؟ لا يا بابا، لا تخافيش يا بابا، تخافيش. انت مش فاكراني خالص يا مريم.
تبصلي كويس. مش فاكراني ولا فاكرة أمك الله يرحمها. أنا بعدت عنك غصب عني. كل اللي حصل لك كان غصب عني والله العظيم. ربنا واحد ويعلم أنا تعبت واتمرمطت إزاي عشان أعرف أوصل لك. أنا أكتر واحد بيحبك في الدنيا. لو أنت أكتر واحد بتحبني في الدنيا بجد زي ما بتقول، تاخدنيش من أمي وأبويا عشان خاطر ربنا. خلاص بقى يا عبير، هبقى أكلمك تاني. هكلمك تاني. يلا سلام. سلام. رغاية رأفت. اطلع. انا ما عملتش حاجة. انا راجل مفتري. اطلع. ادخل شمال. طب احنا رايحين فين طيب؟ سوق وانت ساكت. طب انا هفضل ماشي كده من غير ما اعرف. خش هنا. يلا يا رضوان. بس انزل. قول لي رايحين فين يا رضوان طيب؟ انزل. اخيرا هخدمك يا ابن الاصول. وحشتني والله يا بليلة. وانت كمان رضوان. ده بقى عدوي، هو اللي يفضل معاها. ايه رايك بقى في اخر الدنيا دي؟ مفيش دكر يعرف يوصل هنا، ولو وصل مش هيعرف يروح. كتر خيرك يا صاحبي. ابوس ايدك يا رضوان. ابوس ايدك. ابوس ايدك يا رضوان. ياسر ولا عبد محسن ولا عبير بيعرفوا يسوقوا نقل. انت اللي ابوك كان عنده نقل، وانت اللي معاك رخصه درجه اولى، يعني انت اللي تعرف تتصرف في العربيه وهتعرف تسوقها. انت اللي دخلت فيا انا وعيالي ومراتي. انت اللي حرمتني من اعز الناس. انت اللي قتلتهم. يعني هو فتح اللي يخطط لكل حاجه، وانا اللي حاسب على المشاريب لوحدي؟ ما تخافش يا رافض، كلكم هتحاسبوا، بس كل واحد هيحاسب لوحده. عايزك تملى عينك بالمكان ده كويس يا رافض، عشان هتعيش فيه كتير. نفس المدة اللي أنا قضيتها في السجن، 5 سنين. بس أنا كنت بشوف شمس ربنا وبتكلم مع زمايلي المساجين. أنت حتى شمس ربنا والكلام معاه خلقه أحرمك من أكلك. هيترمي لك هنا لما يفتكروك. تشرب من الحنفية اللي ورايا. حمامك في نفس المكان. كنت هقتلك يا رافض، بس قلت يا حرام عليا ريح اللي شقاني. لازم تدوق نفس اللي أنا دوقته. تعرف يعني مذلة السجن؟ تعرف يعني تتحرم من عيالك ومراتك؟ طعم الموت هدوقهولك برضه، بس بعد 5 سنين. ابوس ايدك. ابوس ايدك يا رضوان. ابوس ايدك. ابوس ايدك. ما سبتش هنا رضوان. ابوس ايدك يا رضوان. ما سبتش هنا يا رضوان. يا رضوان.
فتحي فين؟ فوق يا حاج. وفادمة نزلي. ازيك يا فتحي؟ ازيك يا ام؟ اقعدي. عايز اتكلم معاك. تكلمي معايا في ايه يا امه بس؟ في فدوى. خلي بالك منها، مش كويسه. مش كويسه ازاي يعني؟ مش فاهم. مش كويسه وخلاص. سيبها يا فتحي، مش مرتاحه لها. ايه يا امه الكلام الفاضي ده؟ لا هو وقته ولا ليه لازمه. في ايه يا امه؟ فدوى بينها وبين اخوك ياسر حاجه. ازيك يا فتحي؟ عامل ايه يا اخويا؟ بص انا قافل تليفوني وببعتلك اللي هبعتهولك ده، وهقفله تاني لان مسافر بره مصر بعد ساعه، مش هينفع اقعد اكتر من كده. خد بالك من عبير وبنتي لحد ما بعد اخدهم. انا لو قعدت حتى لو نفدت من رضوان مش هنفد من ياسر. ياسر عايز يقتلني عشان اكتشفت انه بيخونك مع فاتو، ولما عاتبته قال انه هيقتلني، وانا ما اقدرش اشوف حاجه زي كده واسكت. الموضوع بقاله فترة على فكرة، وهبعتلك فيديو لسه مصوره له من شوية يعرفك انه مش كلام يا اخوي. رميت بنت اخويا في الشارع، حبسته. ده انا مره في العيد وانا عيل سرقت صندوق الزكاه من الجامع، لكن اني اركب قرون ما عملتهاش ولا هعملها. عندنا في الشرابيه واحنا عيال في راجل قتل مراته عشان خانته، لما جت الحكومة تمسكه قال جملة عمري ما قدرت انساها فتوى: المرة اللي تخون تموت. Thank you.
في حاجة فتحي؟ أنا عاوز أسألك سؤال واحد بس. ليه يا ياسر؟ مش معنى مراتي؟ انت بتقول ايه يا فتحي؟ مش فاهم حاجه. لا فاهم. اللي صلب ظهرك في الدنيا دي كنت انا، اللي عمل لك قيمه وهيبه برضو كنت انا، انا اللي خليت ليك شغل وقيمه ومال وسند. لما حقك راح انا اللي رجعته لك. كنت بحقق لك الحاجه من قبل ما بتحلم بيها، مع انك مش ايه، والبطن اللي شالتني مش هي اللي شالتك. بعد كل ده بتكون اخوك مع مراته يا رخيص. ايه الكلام اللي انت عملته له يا فتحي ده؟ جايبه منين يعني؟ جايبه منين؟ انا بس هقول هتقولي واللي صوره لك وبعته لي رأفت صاحبك. مستغرب ليه يا فتحي؟ عشان خنتك حبيتها وهي كمان بتحبني، وبعدين الرخيص ده رخيص عشان تربيتك. واحد عايش معاك وعشرك يا اخي عايزه يطلع ايه؟ طب ده احنا قتلنا مرات اخونا وابنه، ما كانش رخص ده؟ ورمينا بنته في الشارع وشهدنا عليه شهاده زور وحاطين عينينا في عينيه يا فتحي. ولا ده مش اخونا؟ انا بس بفكرك عشان حسيتك كنت بتقولي بتخون اخوك مع مراته، بتتقل قوي على كلمه اخوه كانها وجعاك. انا زيك يا فتحي يا ابن ابويا، لقيتك رخيص فطلعت لك. سيبها يا فتحي، طالما كده كده فتحنا الموضوع ما تطلقها يا عم. ما ينفعش، ما ينفعش اطلقها يا ياسر، ما ينفعش حد يطلق واحده ميته، وخصوصا لو جثتها في شنطه عربيتي ودمها لسه دافي. بتقول ايه يا فتحي؟ قتلت فدوى؟ قتلتها؟ قتلتها يا ياسر، قتلتها زي ما هقتلك دلوقتي. هدفنكوا جنب بعض. عمري ما حبيت حد قدك، عمري ما آمنت لحد غيرك في الدنيا دي، عمري ما أزعل على حد قدك. ليه يا ياسر كده؟ ليه يا ياسر ليه؟ قلبت الدنيا على دفتر الشيكات بتاعك لحد ما لقيته. خدت منه شيك واحد بس، كتبت فيه حقي، واقف على امضتك. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ لا، واللي عاجبني فيك انك بتتكلم بقلب قوي. طول عمري بتكلم بقلب يا فتحي، وظهر ان انت اللي نسيت. ولو ما مضيتش يا رضوان عندك ايه تعمله؟
دفنتهم ولا رميتهم في الزبالة؟ أنا لو مكانك أرميهم في الزبالة قال يقلهم. قتلت كم نفس لحد دلوقتي يا فتحي؟ لبنى الله يرحمها وسيف وياسر أخوك ومراتك، اللي أنا أعرفهم أربعة والله أعلم بالباقي. أنت اللي بدأت يا رضوان مش أنا، أنت اللي كنت عاوز تاكلنا. أنا كنت بجيب حقي وحق إخواتي وأنا مش جاي أتعاتب، مش عايز أفتح الموضوع ده، وده أحسن لك يا فتحي. خلينا في الشيك قصاد الفيديوهات، قسما بالله العظيم وحياة لبنى وسيف اللي أنت قتلهم أنا ما معايا إلا النسخة دي، أديك التليفون كله كمان. طب ما في حل أسهل يا رضوان. معلش اسند الشيك على المرحوم عشان تعرف تمضي. انت حلفت بيهم يا رضوان، انت حلفت مفيش نسخة تانية صح؟ امسك يا فتحي. امضي. قسما بالله العظيم اخر نسخه ملوك هي اللي على التليفون ده. بس لاجل الحلفانه فتحي في نسخه مع حماده وداها للحكومه وزمانهم في الاسانسير دلوقتي. بالله عليك يا فتحي لما يعدموك وتقابل لبنى وسيف احكي لهم على اللي انا عملته فيك، قول لهم اني عرفت اجيب لهم حقه وعرفت اجيب حقي. قوم افتح للحكومه. بكرهك يا رضوان، بكرهك بكرهك. أنا موتت نفسي عشان الجبان عيشته زي موته مش فارقة، فأنا اخترت الموت لقيته أريح، على الأقل الميت ما بيخافش، إنما وأنا عايش الخوف بياكل فيا لحد ما نحل قلبي وجسمي. قلت أرتاح، أرتاح من الخوف والله لو عليا
كنت اخترت ابقى اجرأ واقوى واحد، بس ما اخترتش. انا من يوم ما اتولدت لقيت نفسي جبان، انا عايز اول حد يدخل عليا ويلاقي الجواب ده يدي لاخويا رضوان. ولو الجواب ده في ايدك دلوقتي، حقك عليا، حقك عليا يا اخويا. سامحني والله، والله ولا عمري كرهتك ولا تمنيت لك وحش. انا بس وافقت على اذيتك عشان جبان. ايوه انا جبان. Ha ha ha.